الناس يرحموني. صافا عليك اخويا، كذلك الله يحفظك اخويا. بارك الله. سي مبارك مرحبا، سي مرابط مرحبا، مرحبا بالاخوان. كنعتذر على التاخير اللي هو ديال 10 دقائق، راه مهم جدا. كنعتذر الف مره، سمحوا لي. كنعتذر، ظروف خارج على الاراده شي شويه اللي الله دخل دابا، وكنحاول نقاد المسائل، فسمحوا لي شويه الوقت كان عندي ضيق. فالحمد لله خويا لورد، سيد لورد سي عز الدين مرحبا. سي صلاح عليكم السلام خويا، تحيه لجميع الاخوه. نوصلوا غير ل 100 ديال الاخوه اللي متابعيننا ونديماريو ان شاء الله، واخا عارفين شويه صعيب نوصلوا ل 100 دابا، الناس باقيين، كاين اللي باقي جاي في الطريق من الخدمه، كاين هادي، ولكن الظروف الناس فرضت عنا نديرو 6، لانه كاين الماتش ديال سوبر كوب اوروبيان، وماتش اللي غيكون مهم بزاف، وغتكون فيه واحد اللي كنتظروا تكون فيه واحد الفرجه كبيره، لان دائما كيكون فريق كبير مع فريق مويان دائما كتكون الفرجه، لان ديما داك المويان ما كتكونش عليه الضغط، وكيكون اوتسايدر كما تيقولوا، فما كتكونش معطيه يعني معطيه واحد الحظوظ كثيره، سو كيفي كيحاول يبدل العكس ويثبت بانه راه عنده حظوظ ويستاهل انه يراهن عليه الناس، فكيقوم بواحد المقابله كبيره، وكيضطر داك الفريق الكبير انه يخرج حتى هو لو غون جو باش يمكن ليه ريفاليزي. وهذه علاش مزيان يكونوا فرقة موينة وفرقة كبيرة، أحسن ما تكون جوج فرق كبار، كيكون شوية الحيطة والحذر أكثر، هي اللي كتطغى على أجواء المقابلة. وهذا علاش كنتظر أن النهائي ديال ريال مدريد مع فرانكفورت غادي يكون في واحد المستوى اللي هو جيد جدا من ناحية التقنية. الصوت الأخ تيقول لك الصوت، واخا نفيريفيو الصوت، أكدوا إذا أنتم الخوت بما الصوت راه ماشي هو هذاك، نعاود نشوفو هنا. لا هو هذاك، يعني الميكرو هو هذاك، ما تنظنش كاين شي مشكل في هذا الشيء. الوغ اون بارلو داكو غنشوفو هكا. هكا مزيان الاخوان، الصوت هكا مزيان او لا؟ سي حسني مزيان. سي رحموني تيقول لك مزيان الصوت، مزيان. نبقى شي شويه لان كاين ان ديكالاج ما بين لي ميساج وما بين سميتو. دونك سي حسني كيرجع كيوك الصوت، سي رحموني كيوك 5 5. مبارك من فيس تيقول لك الصوت ناقص، ما كاين حتى مشكل. الوغ مزيان سي حسين سعد الله تيقولك الصوت مزيان، اذا ما كاينش اشكال، يمكننا نبداو اللايف ديالنا. 91 قربنا نوصلوا ل 100 ان شاء الله، الصوت جيد جدا. سلام سي ناسيك، وشكرا. انا رجاوي مع البدراوي، ديما راجع حتى الموت، تبارك الله. السي شيبي حسن مرحبا، الصوت مزيان واضح فوالا. الو سي شوقي كيرجع كيقول لك الصوت حتى هو الصوت. السي شيبي تيقول مزيان، السي صالح من وراه تيقول الصوت مزيان. اذا الاخوان كلهم متفقين بان الصوت مزيان، الحمد لله وصلنا ل 100. نبداو اللايف ديالنا. فاللايف ديالنا كما كتعرفوا الاخوان، كتعرفوا انه عندنا مشكل دابا في الصفحات، هي حاجه ماشي جديده، راه هي صفحات توالي عملها وتتكاثر لواحد الدرجه مقرفه. يعني هاد الناس مبغوش يعيقوا بان الناس عاقوا بهم، وانهم واخا يبقاو ينبحوا ما يصوروا والو، لانهم يستاهلوا الا هاد التسميه ديال كينبحوا، لانهم شبيهين بالناس اللي كينبحوا. هذا هو، لانه انت ملي كتكون الغرض ديالك انت تهضر، هو تريب الخدمه ديال الناس اخرين، فتستحق يسميوك الناس انك كتنبح ما كتهضرش. فكتعرفوا الاخوان الخرجه اللي كانت ديال الناطق الرسمي ديال فريق الرجاء البيضاوي، اللي عطى واحد الملخص على اعمال المكتب المديري والاجتماع ديالو اللي كان، فدار واحد المقدمه اللي هي شويه مستفزه، مقدمه اللي كتهضر على الحرب اللي كتعيشها الرجاء، وانه وصلنا لديك الدرجه انه الاخ تيقول لك الصوت ضعيف، من قبل كان مزيان دابا ولا ضعيف، مشكله في المنخرطه الحياحه، حسن حاجه دير غايه، حنا ولينا دابا في غايه. الصوت قال لك واخا، نمشيو عاوتاني نقلبوا هنا، هوبا هنا كونيكتور، الوغ نمشي هنا ميكرو، ها هو يو اس بي، فوالا، دابا الصوت غيكون مزيان بدون نقاش، ياك الاخوان الصوت مزيان.
الصوت غيكون مزيان بدون نقاش. الصوت مزيان ياك الاخوان، الصوت مزيان. يمكن لي نكمل؟ واش يمكن لي نكمل؟ الصوت غيكون مزيان ما كاينش عندي الصوت مزيان ياك الاخوان، الصوت مزيان. يمكن لي نكمل؟ الوغ كما قلنا الاخوان الصوت غيكون مزيان ما كاينش عندي الصوت مزيان ياك الاخوان، الصوت مزيان. يمكن لي نكمل؟ الوغ كما قلنا الاخوان الصوت غيكون مزيان ما كاينش عندي الصوت مزيان ياك الاخوان، الصوت مزيان. نكمل الصوت كيتعاود. الوغ كما قلنا الاخوان الصوت غيكون مزيان. اكدوا لي الله يحفظكم يديروا الصوت كيتعاود ياك الاخوان، الصوت مزيان. نكمل الصوت كيتعاود. الوغ كما قلنا كيتعاود الصوت كيتعاود. اكدوا لي الله يحفظكم يديروا الصوت كيتعاود ياك الاخوان، الصوت مزيان. هكا دابا مزيان، دابا ما كيتعاودش ياك. اكدوا لي الاخوان دابا كاين ديكالاج قال لك كيتعاود، كاين ليكو شي كيقول كيتعاود شي كيقول كاين ديكالاج. الاخوان اللي متبعين معايا الله يحفظهم ويدين عاد عطيوني سميتو مزيان. دابا سي اسامه الودغيري تيقول مزيان دابا، دونك غادي ننطلق. كنثق في سي اسامه الودغيري، تحياتي ليه. الوغ كما قلت دابا السي حفيدي تا هو تيقول دابا مزيان. طيب غادي نمشيو، زيدنا شي واحد اخر يعطينا الراي ديالو في الصوت باش نبداو مزيان. اذا عندنا ثلاث الناس يقولك مزيان، دابا غادي نمشي نكمل. الوغ كنقول بانه كنعيشوا الان داكشي متواصل لدرجه انه قلنا الناطق الرسمي خرج تدوي على ناس رجويين اللي هما كيمشيو عند الدائنين وكيمشيو عند عند اللاعبين اللي كيتسالوا وكيمشيو عند الممولين واصحاب الفنادق تيقولوا ما دي وقيتكم الفلوس كاينه اجوا تاخذوا فلوسكم. انا بالنسبه ليا جوج كلمات غنخسر على هذه الحركه اللي دوى عليها الناطق الرسمي. هاد الناس الرجويين اللي هما كيمشيو عند الدائنين وهادي، فهم هاد الناس هادو كما قلت اللي كما قلت الصباح، هادو من الطائفه ديال اونتي بدلاوي. حيت كاين كما قلت قسمت انا هادو اللي كيحاربوا الرجاء دابا لجوج ديال الطوائف. كاين الناس اللي هما ضد الرجاء، يعني ما كيحملش الرجاء، اونتي رجاء. معروفين شكون هما اللي اونتي رجاء، راكم عارفينهم. وكاين واحد الطائفه اللي اونتي بدراوي، يعني ضد بدراوي. علاش ضد بدراوي؟ لان بدراوي حبس المرقى، لان بدراوي هدد بالمحاسبه، لان بدراوي جاب واحد المشروع كبير اللي غيتجاوز داكشي اللي داروا هما، يعني ما يقدروش يوصلوا لهذا المستوى اللي باش كيسير الرجاء دابا. دونك غير غيره وحسد، وبغاو ديما يبقاو يتذكروا هما في التاريخ، هما اللي كتبوا اسمهم في التاريخ، وان ديما يبقاو يمجدوهم. حيت كاين الناس اللي مراض، كاين واحد النوعيه البشر مريض براسو، مريض بالانانيه، كيخصو غير انا وبعدي الطوفان. يعني انه خصني انا نبقى ديما هو البطل ديال الرجاء، وانا احسن واحد اللي عارف كيفاش يسير الرجاء، ويبقاو ديما يذكروني انا بوحدي، وما خصش واحد يجي يدير احسن مني. هذا الشيء، وهذا هو الفرق بيننا وبين النصارى. علاش الاوروبيين هربوا في الحضاره وهما كيصنعوا كيصيفطوا لنا حنا كنستهلكوا؟ علاش؟ انه كيامنوا ببعضياتهم، تيامنوا ان واحد دار الخدمه يقدر ياخذ يكملها. واحد دار الخدمه ما يديرهاش بوحدو، كيديرها مع مجموعه، ان جروب. كل واحد كيجيب شويه من لو سافوار ديالو، وكان يعني كنا كنساهموا في داك لو شي دوفغ، في داك المنتوج اللي كيخرج للوجود. والناس اللي كيقولوا فوا ليكيب كذا افي سو سي افي سولا، حنا ما عندناش، حنا عندنا المرضى. فيما كان شي مريض كيشد الرجاء وكيولي رئيس ديال الرجاء، كيخصو يقضي غواضو، وخصو يبقى ديما يتمجد هو اللي دار، وكيخصو ملي يخرج خصو يدقدق الفرقه ويقضي مصالحه ويدير يدي كاع في يد العدو، ماشي مشكل. المهم انه يوصل للمصالح ديالو. هادو هما الناس اللي تعاقبوا على الرجاء. فملي جا هذا السيد وعطى واحد النفس جديد للتسيير في الرجاء، وجا افيك ان بروجي وواحد الحراره، جمع كل شيء. يعني هذا السيد هذا جمع كل شيء، وهذا اللي خلاهم كيحاربوه كاملين. اذا جمع كل شيء، جمع الترجويات، جمع الحاله صوت الجمهور، وجمع انه ما كيتشكاش، انه كيحاول ما امكن يواجه الصعوبات ويخلص المديونيه، وكيحاول ما امكن يدير من انتدابات في نفس الوقت، وكيحاول يورغانيزي الفرقه وينظمها اداريا وتقنيا. هادشي كله كيحاول يعني واحد جالس وشاد سبعه الخيوط، كل حاجه عنده خيط ديالها كيتيري فيه. دونك هذا انسان اللي هو اكسبسيونيل، وهذا علاش مرضوا هما، وهذا الشيء علاش هما، وبالاخص مساله المحاسبه، عارفين راسهم انهم اش دايرين، وعارفين شنو داروا للرجاء. دونك هادو هما اللي كنسميهم انا اونتي رجاء، باردون، هما اللي كنسميهم اونتي بدراوي، يعني ضد البدراوي، لان البدراوي هو المشكل عندهم ماشي الرجاء. المشكل عندهم البدراوي ما خصوش يكون رئيس،
لانه العمل اللي كيدير كيكشفهم هما، كيكشف الاختلالات اللي داروا، وكيكشف العجز السيري ديالهم، كيكشف الانبطاح ديالهم المنظومه وعدد الماتشات والمسابقات اللي باعوا وخو الطريق باش يبقاو راضي، باش تبقى راضي عليهم المنظومه وتخليهم جالسين. لان حنا هم الهم ديالهم هما شنو هو؟ الهم ديالهم ماشي الرجاء دي القاب، الهم ديالهم هو الرجاء تبقى لاعبه في لاكاس فين حطاتها المنظومه. المنظومه قالت لك تكلاسا دوزيام، تلعب على الدوزيام خصك تلعب على الدوزيام، ملي تقرب للبريمير خصك تخسر واحد الجماتشات ولا ثلاثه. تقدر تجي من اللعابه، تقدر تجي من الجمهور الى روح يفرقوا على الحكم راسو، تقدر تجي. المهم كيخصك تبقى في الدوزيام ما تفوتهاش. اتونسيون في العصبه، ما تنافسش في العصبه، وصلتي لحد الكارت فينال الله يجعل شي بركه، بركه عليك، رجع خوي الطريق لعباد الله. اذا هاد الناس اللي كانوا كيسيروا كان غاديين مع هاد المنظومه، حاطينهم الناس في واحد البلاصه، حاطين الرجاء في واحد البلاصه وهما راضيين بها. المقابل شنو هو؟ كيهمهمش هما الرجاء، اللي كيهمهم هو هما يقضيو غرضهم في الرجاء. دونك مخلياهم المنظومه كي 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 يعني كيدير اختلالات اللي بغاو، كياخذوا اللي بغاو، كيخلصوا في الديون اللي بغاو، وكيغضوا الطرف على الديون اللي بغاو. لهذا هاد الناس هادو راه هما اللي خارجين دابا، هما اللي خارجين دابا بالاشاعات، وخارجين هادي، وخارجين السي الادريسي قال لك الهضره كتعاود. اذا هاد المشكل هذا ما بغاش يتقاضى عندنا. دونك اش غادي ندير؟ غادي نحاول نقلب الميكرو، نقلب بلاتي. الو الهضره كتعاود، غادي نحاول. شوف معايا اخويا واش الهضره كتعاود؟ السي الادريسي جاوبني، مهدي تندوي مع المهدي الادريسي جاوبني الله يرحم والديك. واش الهضره باقا كتعاود؟ غادي نحاول. شوف معايا اخويا واش الهضره كتعاود؟ السي الادريسي جاوبني، مهدي تندوي مع المهدي الادريسي جاوبني الله يرحم والديك. واش الهضره باقا كتعاود؟ ماشي مشكل. شوف معايا اخويا واش تعاود خفيفه، ماشي مشكل، جاوبني مهدي. غندير واحد القضيه، تندوي مع المهدي الادريسي جاوبني الله يرحم والديك. واش الهضره باقا كتعاود؟ نجيب هذا الناس. شوف معايا اخويا واش تعاود خفيفه، دابا جاوبني مهدي. غندير واحد القضيه، مهدي الادريسي جاوبني. دابا كتعاود ولا ما كتعاودش؟ واش الهضره باقا كتعاود؟ نجيب هذا الناس. مزيان، شوف معايا اخويا واش تعاود خفيفه، ما كتعاودش، كمل خويا. الو، هذا هو النقطه اللي خلاتني انني كنركز بالدرجه الاولى على التصريح ديال الناطق الرسمي باش الناس يعرفوا، يعرفوا. هذا هو النقطه اللي خلاتني كنركز بالدرجه الاولى على الرؤساء السابقين، ولا الناس عارفين، الناس يعرفوا الرؤساء السابقين اللي كيضحكوا على الفرقه وعلى الجماهير. الحكومه اللي تيقولوا يشكلوا بانه حنا رحنا فهمتي، الناس عارفين. اخ سفيان قال لك كان مقاد وخسر، تحكوا على الفرقه وعلى الجماهير. الاخ الاخر تيقول لك كتعاون، فرحنا مهدي تيقول لك الهضره كتعاون. اذا واش غندير؟ سفيان قال لك كان مقاد وخسر، تحكوا على الفرقه وعلى الجماهير. قرب الميكرو، ها الميكرو. فرحنا مهدي، دونك غندير واحد القضيه. اذا واش غندير؟ سفيان قال لك كان مقاد وخسر، غادي نحاول هذا. قرب الميكرو، ها الميكرو. نقطع انا كاع هذا، نقطع هذا الصوت هذا. يلا قولوا لي دابا، دابا الاخوان الصوت واش دابا مزيان؟ الصوت واش مزيان؟ سي تيكي تاكا واش دابا؟ انا قطعت الصوت اللي كاين ديال 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 اللايف ديال الميكرو، كان مزيان كيتعاود قال لك. دوي معايا، دوي دوي معايا السي ياسين. دابا مزيان قال لك السي ياسين ابو ماريا، مزيان مزيان. فوالا الوغ ملي ثلاثه كياكدوا مزيان دوك راه مزيان. الوغ عندنا اليوم تدخل ديال الاخ الصحفي اللي هو الصحفي الرجاوي اللي هو اللي هو الشاهي، السي الشاهي غيدخل اليوم ويعالج معنا ما يقع في الرجاء، وغادي يعالج معنا التصريح اللي كان ديال الناطق الرسمي، واللي هو جد مهم، لان بينا بزاف العيوب والمشاكل اللي كاينه في الرجاء، وفضح بعض الحوايج. واخا كنا كننتظروا انه يعطينا حتى ما هو تقني، ما يدوش لنا على الاداري، ولكن المهم راه فضح لنا شي حوايج اللي هي جد جد مهمه. غادي نشوفوا مع السي عثمان الشاهي هاد المسائل كلها، غادي نحلوها معاه من خلال واحد المجموعه ديال الاسئله. نتمنوا انه يكون معنا في الاستماع، لانه حتى هو عنده اشغال ديالو، فنحاولوا نتصلوا به. ايه وي، السلام عليكم. سلام، كتسمعني سي عثمان ياك؟ وي كتسمعني ياك سي عثمان؟ كتسمعني؟
الو الو وي سات ما انا كنسمعك كتسمعني انت؟ اذا كاين شي مشكل بلاتي نحيدو هذا دونك هادشي خصنا نحيدوه بغينا نديرو هو بارلور زعما باش نسمعو مزيان مي الظاهر بانه مساله فوالا من الاحسن. الو معك سلام. تبارك الله على السي عثمان تحياتي فرصه سعيده مرحبا بك مرحبا بك معنا في برنامج لقاء مفتوح مع الرجويين بخصوص مشاكل الرجا بصفه عامه. ف مرحبا بك مره ثانيه ونبغيوك انك تعطينا الراي ديالك فيما يقع في الرجاء حاليا وكذلك ما 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 ما, ما توضح من خلال التصريح ديال الناطق الرسمي بعد الاجتماع ديال المكتب المديري واللي شار مجموعة اختلالات كاينه على مستوى المديونيه وعلى مستوى بعض المسيرين الذين يتصلون بالدائنين ويطلبون منهم الضغط على الرجاء لكي تؤدي ديونهم، وهذه قمه الاسفاف اللي وصلنا ليه. كيفاش كتشوف هذه المسائل سي عثمان؟ مرحبا. كذلك منصورة جمهور الرجاء سواء في المغرب أو جماهير الرجاء العالمي في الخارج. مرحبا. نتمنى أن يكون المرور سواء. نعم. وبالنسبة لتساؤلك حول التصريح، آخر تصريح أو أنا أعتبره شخصيا أول تصريح مهني الناطق الرسمي للرجاء المغربي، وهو تصريح دارج في ربما الحملة التي تعرض لها المكتب المسير الجديد لفريق الرجاء بقيادة الدكتور الضراوي. أظن أن هناك حملة تنطلق من أعداء الداخل قبل أن تكون من أعداء الخارج، لأن الرجل بكل واقعية قدم مجموعة من الوعود قبل ترشحه لرئاسة الفريق، وقال بالفم المليان أنه سيعمل على تغيير الجلد على المستوى الكروي على المستوى التقني للفريق الأول بعد خروج موسم صفري لا يتحمل فيه الرجل أي شيء، يعني لأن المكتب السابق برئاسة الأستاذ محفوظ يعني دمر الفريق على جميع الوجهات، وقبله كذلك الأندلسي الذي بدر ملايين الدولارات في وقت وجيز دون أن يظهر له أثر على أرض الواقع أو على الأقل على مستوى الكرة والفريق. إذن الدكتور البدراوي ومكتب مسير يتعرض للحرب الشرسة، هذا واقع، لكن كذلك يمكن اعتبار أن لكي لا ندخل دائما في نظرية المؤامرة أن هناك حاليا الرجاء او جماهير الرجاء هناك ظاهره فريده، هناك اطياف داخل الجمهور، هناك طيف مع يعتبر المسيرين السابقين مسيرين ناجحين، هناك ايضا فئه من الجمهور تعتبر ان الدكتور البدراوي والمكتب المسير الحالي ربما بطل في التصريحات الاعلاميه لكن لا شيء على ارض الواقع، هناك فئه ربما لا يعجب اي شيء حتى ان الفريق قام انتدابات لاعبين مميزين خصوصا من الجزائر ومن النجوم كلاعب يسري كلاعب بنغيز لاعب النجم الكبير الترجي واتحاد العاصمه. اذا الرجاء يعيش وضع بين قوسين غير صحي، وربما هناك ضغوط من طرف الجماهير لكن ايضا من طرف بعض الجهات من داخل الفريق، وانا اتكلم بكل بصراحه انا ربما بعض الوجوه التي قامت بسير الفريق في السنوات الماضيه لم تعجبها عمليه فتح المستور عمليه الحديث عن المحاسبه وربما بعض الملفات، وبالتالي هناك محاوله للي يدير على المكتب الحالي لا اقل ولا اكثر. وي هذا اكيد. بغينا نرجعوا السي شاهي الا سمحتي غير بالنسبه للمساله ديال الرجاوي الذي يذهب الى حد يعني مطالبه الدائنين باستخلاص ديونهم حاليا من الفريق، وهو يعرف بان الفريق في هذه الحاله سيكون مهددا بالانتدابات، فاين تصنف هذه النوعيه من المحبين الرجاويين هادو إذا كانوا رجاويين حقيقيين؟ تفضل خويا عثمان. هو الرئيس البدراوي ربما في الأسابيع الأخيرة قدم مجموعة من تصريحات للصحافة المغربية وربما حتى من خلال مواقع التواصل الاجتماعي لأن هناك حرب على الرجاء من خلال عملية إفشال بعض الصفقات في الميركاتو. عفوا أعتذر. أيضا هناك بعض النقاط التي لا يجب المرور عليها لأن حتى أن عملية تعيين ناطق رسمي ربما تأخر في ظهور الإعلام، لأنه أتمنى له بمناسبة السيد سولي أتمنى له الشفاء. ربما كان هناك نوع من غياب التواصل بين الواجهة الرسمية للفريق والجمهور الفريق
والصحافه العربيه والصحافه الدوليه، ونعلم جميعا الرجاء لهم متابعه كبيره. هذه نقطه اولى. نقطه ثانيه، يمكن الحديث ايضا على ان هي اخطاء ربما بحسن نيه قام بها الفريق السيري الحالي. وي. عمليه الميركاتو بهاله من السريه، انا هذه وجهه نظر شخصيه، ربما كانت هناك نوع من المبالغه العملية السرية التي أنطت اللجنة الثلاثية، كابتن فهمي، كابتن طاهر، كابتن أبو شروال، لأن حتى على الصعيد الدولي والصعيد العربي من الجيد جدا أن تتكتم على اسم اللاعب أو عملية تفاوض. لكن لو رأينا مثلا الأشقاء في مصر، مثلا إعلام الزمالك أو إعلام الأهلي، يخرج يعني عضو من المكتب المسير ومن الإدارة الرياضية والفنية يقول أن مثلا الفريق حسم 80% في خط الدفاع، 60% من لاعبي الوسط، وفريق قريب من التعاقد مثلا مع لاعب مهاجم راس حربة او صانع العاب اجنبي. اذا هناك فرق بين السريه في المفاوضات وبين المبالغه او اعدام المعلومه حتى لا تصل المناصر، وهذا ربما خطا وقع في الفريق السيري الحالي بحسن نيه. كما سبقت الاشاره حتى ان الناطق الرسمي ربما كانت له وعكه صحيه، وبالتالي تكالبت الضغوط على المكتب المسير الحالي سواء من بعض المشوشين او كما سبقت الاشاره بعد وجود سيريه التي دمرت فريق السيرين في السنوات الأخيرة. فعلا أكيد. نقطة أخرى يعني التي يعني استخلصناها من تصريح الناطق الرسمي، وهي أنه يعني هناك لاعبين يعني هناك لاعبين للرجاء يقوم بانتدابهم، فلاحظنا بأنه الناطق الرسمي تفادى الحديث عما هو تقني، رغم أن ما هو تقني هو الذي يطرح تساؤلات كبيرة من طرف الجماهير. ففي رأيك يعني إلى ماذا يعود هذا؟ هل الرجاء لا زال يتبع سياسة التكتم حتى آخر صفقة، أم أن الناطق الرسمي له تعليمات بعدم الإدلاء بكل ما هو تقني والاقتصار فقط على ما هو، رغم أن اجتماع المكتب المديري أكيد أنه سيكون تناول الجانب الفني والجانب التقني، فكيف ترى هذا الأمر؟ هو أنا كما أشرت في مداخلتي الأخيرة أن مهمة الناطق الرسمي للأسف الكثير لا يعود على الاهتمام الكبير، وإنها من أصعب التخصصات حتى على المستوى الإعلامي، يتطلب مهارات كبيرة، يتطلب معارف كبيرة على المستوى العلمي والأكاديمي في مجال الإعلام. وبالتالي الناطق الرسمي هو الواجهة الإعلامية للفريق أو الشركة أو الحكومة ما أو دولة أجنبية. وبالتالي تفادي الحديث عن التعاقدات أظن أنه يدخل أيضا ربما في تسلسل الأخطاء على مستوى التواصل، يعني لا أحاكم الناطق الرسمي الحالي أو المكتب الحالي، لكن أنا أتحدث بوجهة نظر تحليلية. العملية التواصل التي انطلقت من مدة طويلة، ونكون صريحين، المعلومة يأخذها حاليا مشجعي الرجاء أو حتى بعض الصحفيين من مواقع التواصل الاجتماعي ومن صفحة الرئيس الحالي، وبالتالي يجب عملية الانفتاح يجب أن تكون أكثر مهنية وأكثر صرامة وأكثر شفافية، ما دام أن تم رفع شعارات أن الرجاء سيكون شفاف على مستوى التسمية على مستوى المعلومات، ولا ريب في الحديث على المستوى التقني. برشلونة الكل يتحدث عن صفقة ليفاندوفسكي منذ شهور، والرئيس يحاول الصحفيين في إسبانيا في فرنسا في ألمانيا، والكل يعرف أين وصلت المفاوضات، وفي الأخير اللاعب وقع الفريق. وبالتالي هناك دائما فرق بين تكتم عملية المفاوضات وبين إيصال المعلومة للمناصر والإعلامي المحترف والصحفي المحترف. طيب الأخ عثمان، كيفاش كتشوف أنت يا ما راجع مؤخرا حول صفقة ليبيري ويلسون مع الرجاء، وما شاع أنه ليبيري لم يعجب البنزرتي، رغم أن لاعب ليبيري لم تطأ قدمه بعد أرض الوطن، وقيل بأنه لم يعجب به، كيف تقيم هذه النوعية من الأخبار التي تروج حول رأي البنزرتي، سواء بالنسبة للاعب الليبيري أو بالنسبة للرجوع الزنيتي أو لإبعاد بعض اللاعبين من التشكيلة، كيف ترى هذه الأخبار؟ تفضل خويا. لنكون صريحين، عملية الميركاتو لحدود اللحظة فريق الرجاء هي عملية ناجحة نسبيا، من حيث انتداب لاعبين جيدين، لاعبين لهم اسم على الأقل في المنطقة المغاربية وفي شمال إفريقيا، كبنغيس، كلاعب مصري، كلاعب خابة، واحد من أفضل المهاجمين، كذلك لاعب صبار مقدم جيد. مقدم إلى مقدم، كذلك مدافع متعلق رفقة بركان ولو تجربة قارية كبيرة،
وبالتالي بشكل عام جماهير الرجاء انا اتابع الامر انا كتاب هناك ترحيب هناك ايضا اشاده نكون صريحين اشاده بالعمل الكبير الرئيس الحالي واللجنه التقنيه. بالنسبه لحاله اللاعب مهاجم ليبيري يمكن اعتباره حاله منفصله. لماذا كابتن يوسف؟ وانا اعتبر ربما اقل احتجاجات ولكن تخوف بعض انصار الرجاء من التعاقد مع اللاعب لاسباب منطقيه والاعتبارات منطقيه يمكن اجمالها في النقاط الاتيه. ان الرجاء في المواسم الاخيره والسنوات الاخيره صراحه في مركز راس الحربه تعاقد مع مجموعه من اللاعبين الفاشلين ولم يقدموا صفر اضافه للفريق. نتكلم عن غيني كوياطي، اللاعب الافريقي الوسطى مومي، اللاعب يحيى كيبي، هذا لاعب من بوركينا فاسو على عهد مشيخا. وبالتالي الرجاء فاشل جدا في عمليه انتداب مهاجم راس الحربه الذي يقدم الاضافه. ربما استثناء ربما في 20 سنه الاخيره او 10 سنوات الكونغولي مالونغو، وكان ذلك بتوصيه من الفرنسي كارسيرو، وربما دي ابرز هذه قدمها كارسيرو للرجاء وانصار الرجاء والتعاقد مع اللاعب مالونغو. اظن ان تخوف لا اقول صحيح بعض الانصار بالغوا في التخوف، لكن يجب انتظار ليس فقط لاعب ليبيري، جميع الصفقات يجب انتظار انطلاق الموسم بشكل رسمي، او على الاقل تجربها في مباريات حبيه على الاقل. صحيح انا قلت لانه يجب دائما تفريق بين الاشاعات وبين الاطراف التي تريد ربما رمي الحجره في حذاء الرئيس الحالي والحالي وزرع الالغام في عمليه تسير اليوم وتسير على مدار الموسم كامل. وهناك ايضا تخوف منطقي لبعض الانصار، لان كما سبقت الاشاره الرجاء في السنوات الاخيره لو قمنا بعملية إحصاء اللاعبين في مركز رأس الحربة اللاعبين الأجانب، يعني صراحة كوارث قاموا بارتداء قميص الرجاء، خصوصا على الرجاء تاريخيا يتوفر على ثقافة هجومية كبيرة، صلاح الدين بصير، لاعب نزير، لاعب مستودع. وبالتالي أرى أن التخوف نوعا ما منطقي على الأقل في مركز رأس الحربة. نعم أنا بالنسبة لهذا التخوف اللي دويتي عليه الأخ عثمان، أنا بالنسبة لي يعني أرى بأن هذا التخوف مبالغ فيه. لماذا؟ صحيح أنه السنوات كما قلت في السنوات الأخيرة الرجاء كان دائما يتعاقد مع قلب هجوم الذي يكون ضعيفا وليس في مستوى التحديات التي يرفعها الرجاء. صحيح، هذا صحيح، وإنما الجديد الذي لا يبرر هذه التخوفات وأحيانا المبالغة في التخوف هو أنه هذا الموسم هناك يعني أصحاب الاختصاص أخذوا الاختصاص. بمعنى أول شيء تم تعيين لجنة تقنية مكلفة بانتدابات، بمعنى أنها لها رؤية تقنية، ربما يعني من أهل الاختصاص، ناس اللي عندهم ممارسة وفيت داروا تدريب فيت داروا هذه، عندهم الرؤية التقنية، يعني كتثق في الاختيار ديالهم في انتظار إثباتوا ذلك في الملعب، يعني نظريا كتثق فيهم. هذه الاولى. وكاين الحاجه الثانيه ان هناك خلف ذلك هناك مدرب خبير، يعني عنده اكثر من 50 سنه في التدريب، فاي انتداب الا ويكون نظريا وبالاعتماد على الفيديو يتم استشارته ويوافق على هذا الانتداب او على هذا اللاعب انطلاقا من الفيديو في انتظار تجريبه في ارضيه الملعب. فتنظن بانه هذا الموسم هناك تغير مقارنه مع الماضي، وبالتالي لا اظن انه من حق الجماهير ان تخاف كما كانت تخاف من قبل. ربما هذا الموسم كان يمكن ان يكون لها نصيب من اطمئنان اكثر في انتظار التحقق، لانه شفنا بعض الخرجات التي يعني تدمر اللاعبين، يعني تعتبر اللاعب هذا كروسه، هذا برويطه، هذا كذا، بعض الالفاظ وبعض المصطلحات التي يعني تحاكم اللاعب كاننا نضعه في مقصله ونحكم عليه بالاعدام، في حين اننا لم نرى ولو دقيقه واحده من لعب هذا اللاعب او من يعني عطائه على الميدان وعلى ارضيه الميدان. الا ترى بان التخوف مبالغ فيه اخ الشاهي؟ عملية الاحتجاج الحالية على اللاعب الليبيري، أنا قلت لأن هناك أطراف تريد إفشال ميركاتو الرجاء، هناك أطراف تريد إفشال فكر التسيير الجديد للرئيس الحالي، هناك أطراف تضع المستوى المهني والكفاءة المهنية للجنة التقنية تحت وابل الانتقادات. هذا أمر مخصوص فيه، وهذا أمر يعرفه كل رجاء
وي 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 صح اكيد أكيد أكيد تحياتي كنشكرك الأخ شاهي على المرور ديالك. نتمنى أنك تكون ديما معنا وفرصة سعيدة هذه اللي عاود سمعناك وكنشكرك على التدخل ديالك. تحياتي لك وتحية موصولة للمشاهدين والمستمعين. شكرا الأخ شاهي شكرا تحياتي شكرا شكرا. ألوغ الإخوان غنمشيو إلى إذا سمحتوا قبل ما نمشي عند الأخ المهدي اللي طالب التدخل من بلجيكا، فنبغي نجاوب واحد الأخ اللي من الصباح هو كيكتب أحداد سينا في الوداد أحداد سينا في الوداد. أنا غنجيك واحد القضية غادي نجاوبك بكل صراحة وببساطة. الشي اللي سينا ماشي لعاب السي حمزة، هو عاوتاني كيخرج السي حمزة، أنا غادي نجاوبك. اللي سينا ماشي لعاب راه كيقدموه بالتوني، اما ديك سينا وجالس حدا ورقه بيضاء وستيلو ولا جالس هادي ولا هادي تصويره قديمه وعاود بينها راه سينا، راه ما كاينش حاجه اسمها سينا. والاكثر من هذا غنزيدك واحد القضيه، انه اللي كيجيبوا الاخبار كيحطوا حدا رسميا، ربما ما كيفهموش او ربما مستوى الفهم ديالهم ما كيعرفوش ما معنى رسميا. رسميا راه هي سينيتي عقد نهائي مع اللاعب، وداك العقد تم المصادقه على التوقيع ديالو، ياك عقد نهائي، فهمتي اش بغيت نقول لك؟ دونك هذا هو اللي كيتسمى وقع رسميا. اما باش نشد انا ورقه وندير التصاور، شوف طنجه سينات مع لعابه قدماتهم بالتوني، بركان سينات مع لعابه قدماتهم بالتوني، الجيش سينات مع لعابه قدماتهم بالتوني، الرجاء قدمت لعابه بالتوني، الماس قدمت لعابه بالتوني. اذا اللي سينا ماشي لعاب راه كيقدموا، اللي سينا رسميا كيقدموا. انا نقول لك انا نعطيك انا 77 لعاب نقولهم لك الرجاء راه سينات، ونجيب لك التصاور ونقاد هذه ونبينه ونجيب كاع شي تصويره قديمه ديال اللعاب فاش كان سينا مع الرجاء اول مره، ونقول لك راه سينا مع الرجاء. واش متفقين؟ نجيب لك يا جور، انا نجيب لك يا جور، يا جور عاود سينا مع الرجاء. اللي سينا كيتقدم، ما كنعرفش حاجه اسمها لا ما نتقدمش لا حكا لا بلاتي، شي تيقول هكا شي كيقول تيتجمعوا كاملين، هادشي راه ما كاينش. دونك احداد الى مشى للوداد بصحته، احداد الرجاء اعتبرت بانه شوف اهل مكه ادرى بشعابها، الرجاء لعب مع احداد لعب معها جوج ديال المواسم، جوج ديال المواسم كاملين، يعني عرفوا احداد وشربوه وكلاوه وشربوه وطحنوه وعرفوا اشنو كيسوى وعرفوا اللعب ديالو والطريقه باش كيلعب والمنظومه فين كيلعب، هادشي كله فهموه الرجاويين وعرفوا بان احداد لم يعود يصلح لمنظومه الرجاء. الرجاء ما كتلعبش تطواعد قدام، احداد كيلعب كره كيلعب على لي كونتر، كيبان الفرقه اللي كتلعب لي كونتر، الفرقه اللي كتلعب كره طوال، فهمتيني؟ دونك احداد ما يصلحش للمنظومه تاع الرجاء اللي كتلعب كره فلاد وكتلعب لاطاك بلاسي. احداد ما يلعبش لي زيسباس غيدوي، كيبغي لي زيسباس. دونك تفهمنا؟ دونك الى مشى احداد فالله يعاونه، والله جمانيه من جهته اكون هاني. الو
الو وي وي سي عبد اللطيف، تحياتي مرحبا. كدير لاباس؟ الله يحفظك. وين جيت؟ نعم انا عندي واحد البروبليم ما كطلعش ليا في اليوتيوب. الحين ما دايرش انا اللايف في اليوتيوب. فين ديرو؟ ديرو في فيسبوك. حمدك كيمشي لل راني في اللايف. انا باش تعرف بلاتي باش تعرف راه اللايف، راك تهضر في اللايف ديريكت. هما موضوع اليوم هو لقاء مفتوح مع الرجويين، كنهضروا على جميع المشاكل ديال الرجويين كيف ما بغات تكون. وي نو غير اللي بغيت نقول الموضوع اللي شفت اليوم هذاك الناطق الرسمي اللي تكلم فيه اليوم، لان كما قال زعما راه عنده الحق، لان الرجاء ما كرهوش زعما يغرقوها، ما بغاوش تزيد لقدام هاد الرجاء. وي بيان سور. وي لان حتى واحد ما باغي يساند هاد الرئيس هذا، فهمتي؟ بحال هما بغا يخلقوا ليه المشاكل ويرجعوا للور، فهمتي؟ ولهذا دابا كيبقى دور الجمهور هو اللي غادي يساعد الرئيس. اكيد الجمهور هو اللي هو الدرع الواقي للرئيس. اكيد صافي، هما باش يتخطوا هاد المشاكل كلها بان الجمهور خصو يساند الرئيس. وي وصافي، هذا هو الحل اللي كنشوف انا. وهي هادشي اللي وقع للرئيس دابا راه فايت وقع من قبل، اللي سميتو ذاك اللي المرشح اللي كان الرامي، المحامي الرامي، عرفتيه رضوان الرامي، فاش كان ترشح من بين اكبر الاخطاء اللي دار هو قال في البرنامج ديالو انتخابي، قال بانني انا كنوعد الجماهير انه غتكون محاسبه وغندير لوديت، كما قالش قالك غندير لوديت باش نعرف فلوس الرجاء فين مشات. هذه من بين الحوايج اللي لاح، وهذيك على هذيك الكلمه دقدقوه ونضوا ليه حمله، داروا عليه من هنا يد من الفوقانيه، حتى ولا السيد جايب مع 14 صوت، الناس دات 95 صوت، وواحد دو شي 12 صوت ولا 13 صوت، يعني دقدقوه التكلاسة هو الاخر مورا هذاك السيد اللي كيبانها في الانتخابات، هذاك الاخر اللي كان اللي كيبان غير من انتخاب تنتخاب على الكيبان، ولا مكلاسي احسن منه. دونك هنا كتبان لك بانه خصك تقول كل شيء في الرجاء الا المحاسبه والافتحاص. فاليوم ملي جا البدراوي دار في البرنامج ديالو انه غيدير الافتحاص وغادي يعرف فلوس الرجاء فين مشاو، سي نورمال تنوض عليه الحرب، لانه حس الخاين في صدرو، هكا كيقول المثال، حس الخاين في صدرو. دابا هاد الناس عارفين راسهم انهم نهبوا في الرجاء، وهادشي علاش خايفين من نتائج الافتحاص، وهادشي علاش منوضين عليه هاد الحرب هادي. فعلا خص المحاسبه، واش كيكون 14 مليار ولا 16 مليار كطيح في 3 شهور ولا 4 شهور كتغبر ما كتبقاش بزاف، ما كايناش. واكثر من هذا انه اكثر من هذا الديون اللي كيدويو عليها دابا، راه ديون راه كاين فيها اللي من وقت وقت حسبان. هذاك البكاري، الدين تاع البكاري، والدين ديال هذاك البريباراتور فيزيك هذاك ما عرفتش السميه عنده، عرفتي سير من ايام تحسبان هذاك. وصاحبي هو من تما بقيت تسال سميتو، سمعت انايا حتى داك شكون هذاك عنده شي 700 ولا 800 مليون، ما عرفت شكون هذاك اللي من ايام توقيل ابو دريق، والله الا كنتبكى ديك السميه ديالو، حتى هو كاين باقي خشي كيتسال صاحبي. هذا مصيبه عظمى. دونك هادو يعني المحاسبه انا بالنسبه ليا، ما بقيناش كنهضروا دابا على 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 هذا اللي كان اللي هو الاندلسي. لا المحاسبه خصها تكون من ايام بودريقه، سوي ديزولي، خصها تكون من ايام بودريقه، لان علاش؟ لان من ايام بودريقه بدات الصفقات اللي طالعه بزاف، فما يمكنش رئيس اللي هو مدوز تجربه وعنده سوسيتي وعنده الشركات وفي ميدان العقار وكيتعامل معاملات تجاريه وغتخفى عليه هذه القضيه ديال المديون ديال يبقى ياخذ في اللعابه حتى يعمر الفرقه بالديون، ما يمكنش يكون كلخ حتى لهذا الحد. هذه كانت مقصودة إغراق الفريق، كان مقصود، إذا كان بفعل فاعل فيجب سميتو إجراء الفحص الافتحاص من فترة بودريق. إذا ما قلناش واحد العامين قبل ملي كان داك حانات، لأن حانات تا هو أول واحد اللي غادي يخلي واحد مديونية تقريبا شي مليار في المديونية ديال النانجا، لأنه جا دوك الانتدابات كتعرف داك الشيء ديال بوخريص وداك الشيء ديال الوراد وداك الشيء ديال فهمتي، بداك يغرق في الفرقة ويضرب علينا في السلهام،
هذاك من تما بدات المصيبه وتبع بوضيقه وغادي راه من داك لقيتها من 2012 كيخص يكون افتحاص من تما انت جاي. ولكن حنا كنا قلنا بان الرجاء دخلات ديك 14 مليار واستثمار غادي يفكوا المشاكل كلها ديال الرجاء. ولكن ولكن بلاتي عبد اللطيف، لا عبد اللطيف بلاتي الله يرحم الوالدين، لان هذه النقطه اللي كتقول مهمه بزاف وخصنا نحققوا فيها مزيان. دابا انت ملي كتقول هكا بحال كتقول دابا راه اللي صعيبه هي الفتله ديال الاندلسي، ولا والفترات انا بالنسبه لي فترات كلهم صعابه، عرفتي علاش؟ لان الفتره ديال فوالا الفتره دي الحانات وتابعها بودريقه هي الفترات اللي بدات فيها ما يعرف بتضخيم النفقات. حيت انا ما كنحاسبكش انا غير على الفلوس اللي دخلوا ما صرفتيهمش مزيان، لا خصني نحاسبك كذلك على النفقات اللي خسرتي، اللي خسرتي النفقات اللي ديكلاريتيهم في التقرير المالي بما خسرتيهم، خسرتيهم واش خسرتي حقيقه داك المبالغ ولا ضخمتيهم كبرتي لي فاكتور باش تدي انت لا ديفيرونس ديرها في جيبك. هذه المسائل اللي خصها توضح. دونك كلشي مسؤول من 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 حانات وانت نازل. شنو اللي كاين اخويا؟ حريره هذه ما غاديش. المهم ما خلوش هذا السيد حتى يشتغل زعما في واحد على خاطرو، فهمتي؟ دابا كيشوشوا عليه من جميع البلايص، كيشوشوا عليه علاش؟ باش يزيد الضو، فهمتي؟ باش يزيد الضو على سيدي الله بدا. لا راه السند الوحيد هذا السيد راه هو الجمهور. واحد الجمهور راه ما كاين والو. واحد السيد يوسف الصغير قال لك من ايام الصويري وقيله، لا لا بلاتي تامو الصويري دار الحاجه هو انه باع بيدودان وهذه الماس، وحنا كنا نعرفوا هذه المسائل اللي وقعات وكذا، كيقدروا يكون شي حوايج سولا طابل شي حاجه هكا خفيفه، ولكن راه ماشي حاجه كثيره. بقانتي الصفقات اللي دار حانات، عرفتي حانات العام اللي دخلوا كيضرب علينا السهام وكيطلع التريبين، عرفتي الصفقات دار قداش؟ راه ما عمر الرجا كانت كتحلم بدوك الصفقات، راه ولينا تخلعنا كنقولوا ويلي والرجا منين جاو هاد الفلوس باش كدير هاد النفقات؟ كتجيب غير اللعابه النقعات، وتنظن هو اللي بدا بسميتو وقيلا هو الاول اللي كان هضر في شحوح، راه كان يجيب شحوح في هذيك ليبوك، يعني خلعنا بدوك الصفقات اصاحبي. فكيفاش هاد القضيه هادي انه جبتي دوك اللعابه الكبار والميزانيه ما كتسمحش، وملي مشيتي خليتي الفرقه غارقه في مليار، جابوا طريقه شراها بمليار، يعني لاحوا عليها هكا قال لهم انا نخلص ذاك المليار، خلص مليار شد الفرقه، ملي تلقها تقريبا بواحد 3 ولا 4 المليار تاع المديونيه، فمن تما بدات المصائب وبدات الاختلالات. فالحساب خصو يكون من تما اخويا، كلشي اللي دا اللي في سيغ فاكتور واللي دا شي حاجه واللي نفق بزاف واللي نفق بطريقه غير قانونيه واللي دخل وما صرفش ودوك الفلوس ما بانوش، كذلك كلشي هادشي خصو يتحاسب. راه ما نساوش راه ليبوك ديال واحد السيد جا الوسط، حتى واحد ما كيهضر عليه اللي هو حسبان راه يعني خبير الحسابات ومقارن الحسابات، قال لك لقى 3 المليار اللي تخسرات بدون فواتير، وراها باقا مقيده والناس الراجعين كيعرفوها والمتخرطين كيعرفوها. 3 مليار 30 مليون دو ديغام سون فاكتور، دونك هذه حتى هي اللي خصها تخرج. راه افتحاص خليني من هذا، كلشي جر ليا كلشي. صلاه عندي. كنظن الاخ يوسف احسن رئيس اللي داز انا في الراي ديالي كان هو غنام، كان ضابط داك الشيء. غنام الا عقلتي على غنام. وي بيان سيغ. غنام كان ضابط داك الشيء لعندو. غنام هو داك هو اللي داز فيهم كاع، هو اللي داز فيهم نقي كاع. هو وداك السيد داك سميتو داك اللي كان فاش دينا البطوله كنت فكر سميتو المدير تاع ايدي في ماروك، رتناني حاجه رتناني الله يذكره بخير. شوف الناس اللي اياديهم بيضاء ونضاف راه شوف راه غادي يلاقيو غيلقاو ربي بلضات على الرجاويين راضيين عليهم، لانه ناس يديهم نضاف ودازو نقيين ما داو ديال الرجا، بالعكس هما عطاو من جيبهم للرجا. هاد الناس هادو كلهم كنطلبوا لهم الصحه والسلامه، وكنطلبوا ربي انه يوفقهم ويبارك لهم في الذريه ديالهم، لانهم ناس خدموا من نيتهم وخدموا بالصفاوات، هذا هو اللي كاين. وكل واحد يحاسبه الله ان شاء الله، اي واحد دا شي ريال تاع الله جاي يحاسبه ربي. تفضل خويا. هادشي اللي كاين. هادشي كنظن فهمتي غير بالنسبه للصفقات. لان دابا بنادم كما راه قلتيها انت في اللايف اللي درتي قبل. وي.
بان عباد الله كتحكم على اللاعب باقا ما شافتوش المدرب دغيا عطى الراي ديالو عرفتي عبد اللطيف واحد القضيه والله حتى كضحكني. شوف واحد القضيه دابا 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 الا رجعنا لهاد القضيه فكرتيني في هاد الهضره هادي. دابا هاد ويلسون هذا سينا نهار الاثنين ياك نهار الاثنين سينا داكور نهار الثلاث خرجت الهضره بانه البنزرتي ما بغاهش وربما نهار الثلاث البارح البارح خرجت بانه البنزرتي يمكن قال لهم ما عجبنيش وكذا. طيب هاد السيد الى حدود يومنا هذا باقي ما تريناش مع الرجاء واش وتبع معايا باقي ما تريناش مع الرجاء بمعنى حسب هاد الناس هادو انه يعني يلاه دابا البنزرتي شافوا نظريا شافوا في الفيديو ياك يعني البنزرتي نهار الاثنين شافوا في الفيديو وقال للرئيس السيني معاه ونهار الثلاث باقي كيشوفوا غير في الفيديو قال لي لا ما عجبنيش واش فهمتي حيت مدرب حيت بعض المرات كيبغوا يسرحوا ما كيعرفوش يسرحوا. دابا انت بغيت تقول للجمهور بانه المدرب ما عجبوش البنزرتي معناه هذا كيخصو على الاقل يكون ترينا معاه وشافوا واخا غير جوج باسات ولا ثلاثه ولا جوج ديماراج يبان لي خاوي السيد غادي يقول لهم هداو حصه وحده راه كيبان لي هذا خاوي ما يعطي والو كذا واخا. اما السيد باقي ما تريناش مع الرجاء وانت حكمت عليه بانه ما بغاش وهذا الشيء كله. شوف انا نقول لك واحد القضيه اخويا حسب الفهم ديالي انا والله العظيم هذا الشيء راه كيديروه بالعاني باش يبينوا البدراوي راه مرتبك البدراوي ما كيعرفش يسير هذا الهدف ديالهم يعني خدامين على الجانب المالي كيحاولوا يحرشوا في دوك الدائنين باش يجيو يضغطوا على الله جاب الديون ويحصلوا البدراوي ماليا دائما ماليا تيضغطوا على الفرق اللي كتفاوض معاهم البدراوي باش يطلعوا الثومه باش يمصوا ليه ديك الشكاره ما يبقى عنده باش ينتدب هذه وكيجيو الناحيه الاداريه تيحاولوا يبينوا شخصيه صغيره شخصيه مرتبك حتى كيقرر واحد القرار وكيتراجع فيه حكى سينا مع الليبيري لا حكى ما بقاش راه كان اذا تيبغوا يبينوا صغيور هذول واش هذا الشيء ما عمركم توصلوا ليه شي حنا تايقين في هذا الراجل وعارفينه احسن منكم نتوما كاملين تجمعوا وخلطكم في ذاك الخلاط وما تخرجوش حتى الصبع ديال البدراوي تفضل خويا. والاخ يوسف السيد جاو شنو دابا كيحاربوه من جميع الجوانب جيتي تشوف وي كيحاربوه من جميع الجوانب رؤساء الفرق لا في محطيته على شي لعاب وي كتدخل فرقه لا ما نبيعوش لك لا ندير لك هذه لا هذه في الاخر بحال هذاك بحال هذاك ديال وجده في الاخر عطاوه البركان علاش عطاه البركان واش فهمتي علاش عطاه البركان ولا لا وي فهمتي عرفتي علاش عطاه البركان لانه ودو وي ربحهم في هذيك القضيه خسروا وي 800 مليون اللي سمعت شي 800 مليون ما عندوش مني غير يشبد الفلوس علاش عطى اللعاب دابا هو عطاه البركان حيت الاخر شادو حيت غادي يرجع القجع وي فهمتي باش يفك ليه المشكل راه هادشي اللي كاين راه الرجاء راه محاربه من جميع الجوانب اصاحبي ماشي واحد القضيه السي عبد اللطيف راك الا كانت هذه حقيقه انا ما كنقول الله اعلم ولكن الا كانت هذه هي الحقيقه وهذا الشيء اللي راج الكواليس راه كون على يقين انه ودو راه صحراوي ودو شي ودو راه بعدا عنده مشاكل مع الجامعه وعنده مشاكل ملي خرج قبل ما يخرج فهمتي من وجده وهيك فهمتي دونك هذاك شوف هذاك راه يحطوا ليه 800 مليون هو هذاك ما يحطوهاش ليه غيمشي لهم من لافيفا غيمشي للطاس انت غتشوف انت غتوصل لكلامي شي هذا لانه حتى القجع ما عندوش من يجبد ليه 800 مليون وخا يبغي يجبدها ليه دونك باش نتفاهموا القجع راه عنده الحصله ديال واحد بعدا غاتي باش يفك مع واحد عاتي واحد شحال عنده في لا كلوز ريزوليتواغ راه بليس دو مليار يعني انه السيد راه عندهم دابا حصله وانه هذيك وجده خرج عليها هذاك الرئيس والايام غتزيد تاكد بانه وجده غتعيش صعوبات اكبر من هذه اللي كاينه دابا لانه اللاعبين كلهم هادو غادي يمشيو بحالهم لانه ما وجده العام الجاي غتلقى في دوزيام ديفيزيون ايوا توقل عليها ايوا العام الجاي غتكون في دوزيام ديفيزيون لانه غتولي تلعبها بالدراري الصغار غتلعبها بالجنيور راه ما عندهاش باش تلعبها كاع. والاخ يوسف الشيء الفساد ما حدو هو كيكثر في هذه البطوله داكشي اللي كتشوف بعينيك زعما وكتحلل راه كتلقى كلشي فاسد بلاتي 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 الله يحبك سي حمزه هاد الهضره ديال ما تشاوروش مع سميتو ما تشاوروش مع البنزرتي راه تخربيقه هادي ما
هذه الحاقدين دوك الحاقدين المحساده اللي بغاو الرجاء تبقى شويه اللور ديما تلعب على الدوزيام هما اللي كيخرجوا كيدوروا هذه الهضره هذه وهادو خصهم يعرفوا بان الرجاء تقعدات لهم غيوجدوا راسهم ويحزموا يحزموا ويترزموا اكون هاني يا سي حمزه هذه الهضره ديال ما استشارش معاه شوف شي البنزرتي شي البنزرتي اذا كتقول انت هذه الهضره معناها هذا انت خلي داك اللي قالوا هما انت تا سي حمزه دي ار جي انت ما كتعرفش البنزرتي حيت البنزرتي اعدى حاجه عنده يديش حاجه بالاخبار شي هو راه ما عنده كاسه راه كيدير الفيستا ديالو فوق من كتافو كيزيد بحالو السلام عليكم راني غنمشي للمطار نمشي نريزيرفي السلام عليكم تنتلاقى تنوصل لهي ونعيط لك اكون هاني والله ما يخسر عليك بالله وراه مطلوب هو شي راه مطلوب في السعوديه مطلوب في ليبيا يدرب المنتخب الليبي طرحوا لي تحابو هو راه وتجي انت تجيب لعاب وتمشي حتى لفرنسا وتجيب لعاب من السويد ويجي عندك ويسيني وبلا اخبار هو سير اخويا سير لا تفضل خويا تفضل لان شوف لان اللجنه التقنيه وخصوصا الطير الطير راه عنده عنده دائما استشاره اولا مع البنزرتي وياه ما يقدرش يدير شي حاجه من غير البنزرتي يستشار معاه هذه خصو يدير دخينه في دماغه واللي غير كون هاني كل شيء في دماغ البنزرتي غير بنادم راه كيشوش وصافي هادشي اللي باغي السي حمزه السي حمزه السي حمزه انت اعتبر المصادر الموثوقه اللي بغيتي وثيق في ما بغيتي انا كنقول لك انا الريزونمون ديالي انا اللي تنقول لك اللي كنعرف البنزرتي مزيان تيهمنيش انا المصدر ديالك ولا شكون اللي قال لك تيهمنيش انا كتهمني حاجه وحده اللي كتهمني واللي كنثيق فيه هو الرجاء الرجاء والمسيرين ديالنا شي مسيرين ديالنا ملي كيقول لي شي حاجه كنثيق فيهم شي واحد اخر نثيق فيه والله ما كنثيق انا في شي واحد بالله وانا نقولها لك ديرها في راسك السي حمزه واخا كنتمنوا دابا غير كنتمنوا الاخ يوسف غير الجمهور في هذه البطاقات وهذا سميتو البطاقات يكون عدد كبير اللي غياخذ هذه البطاقات اللي غادي تعاون الرجاء والخيرات ان شاء الله كما قال الاخ ما تقرسمي الخيرات راه كيدرسوا فيه كيفاش غيديروا ويكون خير ان شاء الله هادشي اللي كنتمنوا وكنتمنوا غير الخير للرجاء داكشي اللي كاين شكرا خويا شكرا تحياتي خويا تبارك الله عليك الله يحفظك الو السلام عليكم عليكم السلام سي محمد تحياتي مرحبا الله يبارك الله يحفظك ويجيك بارك الله تفضل اخويا اش ممكن تقول لينا على هذا الموضوع تفضل خويا بغيت نهضر على قضيه الرجاء الناطق الرسمي خرج بواحد تقريبا ثلاثه النقاط مزيانين وي شرحهم لينا ولكن بعضهم ما دخلش للداخل فيهم وي وعطى غير تقريبا اش نقولوا داكشي ما دخلش فيه مزيان وي ما عنيناش وي دابا بغيت نهضر على الرجاء وي دابا ملي ديك خطرة السي بدراوي قال كاين واحد تقريبا موان ديال ستة ديال الملاير وي وي شفت واحد ستة ديال الملاير كحج هادي قبل ملي دخل فاش قال لك راه هضر مع الرئيس وهضر قال لي واحد ستة ديال الملاير اييه تخرج سمعتيش قال لك راه الغرق فاهمين وي بيان سور هادشي ملي قال لي ستات المراه ملي دخل قال لك راه الغرق عاد نادوا الناس بداو كيجبدوا لي حوايج اخرى ديال قضيه البان قضيه هذوك فين كان كياكلوا فين جبدوا يمشوا لي بداو وي بصح يعني كثار من التمر وي 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 هادو حوايج جداد عاوتاني شويه جمعيه تخرج لي شاكي بدا يخرجوا لي داك الكروشي واسمع اخرى هو بدا كيعطي شويه شويه لواحد بعدا هو ذكي هو بدا يعيط عليهم يبركهم فوق الكرسي ماشي بحال الاخرين سلسله الصف وي وي هو بدا كيبركهم فوق الكرسي هو بدا وزيد على قلنا ناقص ستة النار زيد على دوك الناس اللي جاو كيتسالوا زيد على دابا اللي تيجي تنط ليا مزيان وي وي كنسمعك كنسمعك تفضل واذا نحيد الفلوس راه الغرق ياك وي وقضيت وحنا دابا كنطلبوا بديك المحاسبه قلنا هذه وي المحاسبه كتبان لي من عتقوله ملي خلى واحد المليار الجنات لا بلاتي 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 وي وي خلى فائض خلى فائض غلام خلى فائض نعم من خلاها خلاها الحانات وي اذا من عاد
وهذا الشيء اللي قلت انا يبدا من هذا الاولاني ويتم غادي اللور فوالا الله يحفظك. هذا بعد ديال 14 مليار نفكوها الى شاطت شي 2% و 3% شفناها وخلصنا بشي حاجه راه مزيان. و3 المليار ديال الحسبان هذه باينه بدون فاكتور دونك فين شات فوالا ويرجع البودريقه فوالا. ويتم غادي توصل الحانه حتى الحانه تخرج عازم. وي اكيد الشاريه اللي ضيع هاد الفلوس كلها خصنا نخلصوا بها هاد الناس اللي داروا مع ام داروا عليك مشاو عندهم يخلوا يقولوا لهم نوضوا شوفوا عند الرئيس باش يوضوا لي الصداع. انا واحد القضيه والله العظيم شوف انا بلاتي واحد القضيه انا كنتمنى على هاد الهضره اللي قلتي كنتمنى انه مادام انه الرئيس كيدوي على الافتحاص وان هناك يعني تجاوزات ماليه فكنتمنى من الرئيس لان واحد القضيه هاد الناس اللي هما في راسهم العجينه واللي منوضين هاد الزوينه دابا والصفحات وهذه عارفين راسهم انه كتسناهم مشاكل وربما دعوه في المحاكم الى اخره الى اخره فغيكونوا مواجدين راسهم باش يضربوا شي سليته غادي غير يسمعوا الدعوه قضائيه ما هنا غيمشي يريح لك هو في الباماس كاع ما تشوفوا. دونك نتمنى ان السيد الرئيس غير مجرد ما يوجد افتحاصات مباشره دعوه قضائيه وسيزي اري على لو كونت انتي ندير لك سيزي اري كما هما كيحرضوا هذا الرؤساء السابقين وراه شار لهم الناطق الرسمي كيحرضوا الدائنين على الله جات يقول لهم تاو تخلصوا دابا راه ديال وقيته وكذا. فكنطلب من الرئيس ان تاو يرد لهم الصرف يدير لهم دعوه قضائيه بالخف ويدير لهم سيزي اري على لي كونت ديالهم يدير لهم سيزي اري حز مالي المادي لدى الغير بالعربيه على الحسابات ديالهم البنكيه باش يبلوكيهم من دابا بلوكي اللي عنده شي رصيد بلوكي ليه حبسو. اجي اخويا كاين واحد الافتحاص هاللي فيه بغيتي نكملوا الدعوه في المحكمه نكملوها بغيتي نجلسوا نديروا صلح جلسوا شحال ديتي 2 مليار وحط 2 مليار عاد نحيد لك نعطيك لا مالوفي ديال لك راسيزي اري غيبقى الحساب ديالك مشدود في البنكه محبوس في المحكمه حتى تحط هاد الفلوس وغالا كل واحد يبزي كاع داكشي اللي حط اللي دا من الراجل. فهادشي اللي مطلوب ما يبقاش غادي بشويه لا حكات ديال الافتحاص لا تنزيدوا لا تنشوفوا هذا لا باقي تنشوفوا هذا لا ديال افتحاصات كلهم ديال دوك المراحل يكونوا في وقت واحد باش غير تاخذ بدايه الحجه تاخذ غير بروجي شي غير بروجي ديال الافتحاص باقي ما يكونش ديفينيتيف يعطيه لك داك مكتب الخبره خذوا ديك الساعه وسير به دعوه قضائيه ديك الساعه ومعها حكم مستعجل من قاضي المستعجلات ديال الحجز مالي المدير لدى الغير سيزي ليه الكونت ديالو بونكير بلوكي وقول لي اجي نوريك انا دوك الناس اللي كتقول لهم سيروا تخلصوا من الراجل حتى انا غنتخلص منك دابا كنتمنى هادشي اللي كاين اخويا تفضل سمح لي دابا حنا هضرنا في الشق الماليات يعني الغرق في الغرق وي دابا غادي ندوزو للانتدابات داكو دابا الانتدابات واش انا غارق عباد الله وبغيتي نجيب لك السوبر 14 سوبر وي واش ناكل واحد نعطي فيه من فوق مليار وهذا سي سا وانت راه تجيب لي اللي بغيتي في ميريكان ما يديرهاش وي عرفتي شنو هي وتعرفي شنو يعطيه مليار في واحد مليار ونص سوبر نجيب لك ثلاثه سوبر نعطي فيهم واحد 3% بحال اللي كدير مثلا الاهلي واش انا غنقد الاهلي وانا في العراق وكون عاد صابوا ليه طابله ويدخل بزيرو ما يلقاش الفلوس عا بزيرو هاد الناس اخويا اللي جيب لي شوف شحال قلنا 6 مليار وجيب شوف دوك الناس اللي شوف شحال قلنا دابا ديال الفلوس اذا خصو هو يخرج لك الناطق الرسمي ويقول الجمهور شحال ديال الفلوس اللي باش الجمهور يعرف حيت دابا هو عطى غير سميتو الاسطيرات طنطن باقي ما دخلش للغرق بلاتي واحد السي انس ها واحد من دوك صحابهم شتيه قالك للاسف بدراوي ليست له الصفه القانونيه بحجه ان انتخب في جمع عام غير قانوني شكون قال لك السي الفقيه في القانون انت كتعرف شي قانون باش تهضر على القانون جمع عام علاش غير قانوني الا جمع عام كان غير قانوني غتعترف به الجامعه السيد راه عضو في العصبه كيفاش اعترفت به الجامعه وخدات داك التقرير ديال الجمع العام وخداتو وراسلاتو الجامعه بصيفتو هو رئيس الفريق وقالت لي خصك دير الانتدابات ديال الفريق يكونوا في اسم الشركه دونك خص الشركه تبدا الخدمه
دونك هادشي كله رئيس غير شرعي. والله يرحم الوالدين. سير ولدي سير، سير ولدي ديها في الحوايج اللي كتعرف ليهم، وما تهضرش في الحاجه اللي ما تعرفش ليها. تفضل خويا كمل. قديت غندوز لك اللعابه اللي انتدبناهم. وي اللعابه اللي انتدبناهم ماشي كانتو انتدبوا، راه الاخوان التقنيه كيقولوا فلان كيمشيو عنده كيشوفوا هو الفلوس اللي عنده وكيشوف شحال خاصو كان مثلا 13 14 وكيتم غادي. واش انا دابا مثلا انايا شوف في داري، واش انا دابا عندي 100 دريال ونمشي نشري المولين الدار اكثر من اكثر من داكشي اللي عندي نمشي نخرق؟ ترى واحد القضيه دابا دابا الى دك الى كيفاش على بيتو الى التقني وقضيه المالي. الى ذكرت يا خويا بانه الى ذكرت يا خويا بان الرؤساء السابقين اش كانوا كيقولوا؟ كلهم تقريبا اتفقوا على واحد المبلغ تقريبي ديال المصاريف ديال الفرقه. تيقول لك بانه فريق كالرجاء البيضاوي على الاقل عنده 1 مليون، عنده 1 مليون دو ديغرام شهريا، تقريبا واحد 100 مليون ديال المصاريف اللي عنده شهريا، ما بين الى حسبنا الاجور الشهريه وحسبنا المنح ديال المقابلات وحسبنا المصروفات التنقل ترونسبور الهواتف المصاريف كامله الضوء والماء الهاتف 1 مليون دو ديغرام، 100 مليون مصاريف شهريه عند الرجاء. دابا حنا نحاولوا حنا نجلسوا بلاصه البدراوي، حنا هما البدراوي. اش كتلقى عندك من جهه الديون المتراكمه اللي كتجيك خصك تخلصها، هي من جهه، وعندك الوسط المصاريف الشهريه ديال الفرقه، عندك 100 مليون في الشهر خصك تحطها، وعاد الحاجه الثالثه خصك تشري لاعبين باش الجمهور يكون على خاطره ودي انتدابات. لا انا عندي الاتجاه دونا ومن الاولين، دونا ومن الاولين، عندك الديون هي الاولى، وعندك الوسط، عندك المصاريف اليوميه ديال الفريق، وعندك انتدابات. اذا هادو ثلاثه الحوايج كديرهم على فوا. الا قاد شي واحد يديرهم يخرج، الا قاد شي فقيه شي فرعون قاد يديرهم يخرج يتراس الرجاء دابا ويدير هادشي. دونك تحيه لهذا الرجل وعلى المجهود اللي كيدير، وان شاء الله غادي يلقى سند ديالو وجميع الرجاويين في العالم. انا متاكد هذا السيد هذا بمجرد ما غادي يطلق دوك لي كارت، انا متاكد بانه غتكون واحد البيع قياسي، لانه الناس في الرجاء حاسين بالعمل اللي كيدير وبالمجهود اللي كيدير وباغيين يديروا لو جيست معاه. فكنتمنى ان شاء الله ربي يكمل عليه، ولا عزاء للحاقدين ولا عزاء للمحتالين ولا عزاء لكل من نهب الرجاء طوال هذه السنين التي مضت. تفضل خويا ختم باش يمكن لينا نشوف واحد في الاخوان. اخويا كنشكر. وي ختم بان البدراوي واللجنه التقنيه والمكتب المديري والمدرب اللي عنده واحد الخبره والكفاءه، انا اسانده. وي اكيد. شكرا خويا، شكرا خويا، تحياتي. مرحبا مرحبا. نشوفوا السي المهدي. الاخوان الله يرحم الوالدين، فكنت دائما قبل كل لايف راني كنقولها وكنعاودها وكندير اعلان ديال اللايف وكندير معاه بانه للمشاركه ابعث اسمك ورقمك. ملي كتصيفط الاسم والرقم ديالك كتعطيني فرصه باش انا كندخل وتنعرف شكون اللي معايا شكون اللي ماشي معايا، شكون اللي منا شكون اللي ماشي منا، وكندخلك انت في لا ليست ديال لي كونتاكت ديالي باش نكون واضحين. هذا استوديو ديال الرجاء، ما ديالش شي حاجه اخرى غير الرجاء، دونك غير باش نفهموا. كندخلك في لي كونتاكت ديالي باش كتولي صديق ديالي، باش الوقت اللي انت كتطلب كتصيفط ان ميساج في واتساب وكتطلب انك تدخل معايا كيطلع لي الاسم عارفك انت شكون. دونك هادوك لي نيميرو اللي هما الارقام اللي هي مجهوله وما معروفاش، راه مابغيش ندوزها لانني انا ما عنديش استديوهات ديال التلفازه وديال الراديو وديال كل الناس الصحفيين. انا عندي استوديو بسيط ديال اون شين اللي هي شين يوتيوب، ني بلس ني موان. راه ما عنديش داكشي باش الناس يفهموا، انا ما كندوزش كلشي. اللي بغى يدوز كلشي يمشي للراديوات، راه هما كيديروا اللايف في الصباح وفي العشيه ولا في كل وقت كيخرجوا، وخرجوا كنشوفوا في الاشاعات على الرجاء، هو المصيبه العظمى. دونك الاخوان الله يرحم الوالدين سبيتو باش تفهموا هذه المساله هذه. راه الا عيط شي واحد نمره مجهوله ما غندوزوش باش تكونوا. هو غير باش الناس ما يفهموش، راه ماشي معنى هذا التعصب ولا لا حكا راه ما بغيتش ندوز اللي ماشي رجاوي ما ندوزوش. لا، عندي صحابي انا ماشي رجاويين وفايت دازوا معايا انا في اللايف وغيبقاو ديما يدوزوا معايا، ولكن كنكون عارفه صديق
عارفو ما نجيش واحد بحال واحد النهار دخل واحد مجهول نمره مجهوله دخل عطي خذ شي هضره اللي هي ما تسمعهاش نهائيا مع داركم. اذا انا ليش غادي نعطي فرصه لهذا بحال هذا؟ انا الله يجعل شي بركه نكون كنعرفو مرحبا يكون اخي يكون يبغي حتى سيدي قاسم ما عنديش مشكل انا كاع الفرقي عندي الحمد لله كلهم مغاربه. الوغ سي نشوفو سي مهدي لعبوا عليها ونجيبوها والله ما تروحي تفك الله على السيريدا. السي حسني كنتي تصيفط من الصبح من النهار قلنا بانه في النهار نصيفط الطلب الراجل رحال لا خويا بياض محمد دونك السي مهدي ما كاينش. شكون داك الاخ اللي كان سميتو جانتون اخ شوفوا هنا اخ شوفوا هنا ما عليناش نحاول نكملوا الاخوان. كما قلت جمهور رجاء قاضي الاطاحه بالجامعه والعصبه وحنا ما بغيناش حنا نوصلوا داك الحد ديال طيح بالجامعه وسير وقف ديال وجبه وقفه احتجاجيه. هذاك الشيء غادي يكون وقته ان شاء الله ملي يكون وقته المناسب ملي حيت علاش حنا دابا هذا الموسم هذا بروح رياضيه حنا كنتمنوا انه يكونوا الناس اللي كيسيروا الكره في هذه البلاد يكونوا استوعبوا الدرس ويكونوا غيوضعوا حد لهذاك الشيء ديال ازدواجيه المهام ويخلوا الكره تلعب في التيران. فإلا بانت عاوتاني البرمجه وبانت داك الشيء ديال الروينه عاوتاني فاحنا مستعدين نمشيو امام الجامعه ونوقفوا لها تما ما عندناش مشكل. الو اهلا اهلا سي حسن مرحبا الله يحفظك خويا مرحبا بارك الله فيك وي الحمد لله مرحبا تفضل فوائد قيمة الله يحفظك اخويا. حاول تزيد في الصوت عندك اذا ممكن دابا مزيان مزيان دابا تفضل اش يمكنك تقول لنا دابا على دو على الرجاء بصفة عامة هادشي اللي كيوقع دابا قول اللقاء مفتوح تفضل. اش نقول لك اخويا اقسم بالله الا لما سمعت الناطق الرسمي الا تقول خويا الحمير شوف شي فين وصلنا قلت لك قلت لك شي فين وصلنا انه ولاو رؤساء ولاو ناس مسيرين قدامى كيمشيو عند الاعداء ويمشيو عند ماشي كيمشيو عند الاعداء كيمشيو عند اللاعبين اللي عندنا معاهم نزاعات ويمشيو عند الممولين يقول لهم سيروا خذوا فلوسكم دابا. نعم والله اخي يوسف فين اتصل البارح بواحد الراديو اللي في سويسرا وي هضرت معاه كيشوف اخويا الصاح كيقسم اقسم بالله بحال ما قلت لي اقسم بالله شاد الناس اللي كيديروا هذا الشيء اقسم بالله ما راه جميل انا اكيد الا ما تحلبش اقسم بالله ما لو كان فيهم واحد شويه تراجويت ما يديروش هذا الراجل هادشي مسيين مخلي وليداته مخلي شغله وتيصرف من جيبه ودخل على الليتيش بقى لي شي لعابه تفك منهم شي وحدين باقيين بغاش يشوف حالهم والله الا شوف ربي حيت هذا السيد هذا حيت ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا شي هو حيت النيه ديالته صافيه ربي كيقويه وكيعطيه واحد القوه غير عاديه. لهذا ان شاء الله غيبقى واقف لهم تما حتى يطردقوا كاملين ان شاء الله باذن الله. أرى ما يضربوا أرى ما يغوتوا أرى ما يصف أرى ما يطلقوا في الصفحات هذاك السيد غادي يوقف لهم تما إن شاء الله تيوقف هذه الفرقة أرادوا أم كرهوا. تفضل خويا. خويا يوسف أنا الحمد لله هذا الراجل هذا نهار أعلن عن نفسه أنه يترشح الرجاء لقى الحمد لله الجمهور اللي هو راجل وي أنه شجعوا وفتح لي الباب وي ونصروا حتى الحمد لله ولا رئيس وي وتنقول ليه تنقول السيد الرئيس صبر الحمد لله الجمهور الحر راه معاك وي وهاد الناس هاد البياض قد مسامر الميدا وي راه ما يضربوا راه في الاخر هادي
عرفتي الا تمشيو الكلاب تنبع. انا الحمد لله انا على واحد المشروع كبير والله الحمد وجزاه الله خير، غادي واحد السياسه غادي الحمد لله واحد انضباط والحمد لله الرجل باذن الله لا يخاف عليه الحمد لله في المطار صح، هذا في المطار صح يا اخويا صراحه ان شاء الله الحمد لله، وخصوصا ملي تفتح الاكاديميه الحمد لله ويجيو اطر في المستوى ولا الحمد لله الرجل ما نقصش نحتاج ولا الفتح ولا بركان ولا فلان ولا علا الحمد لله، والحمد لله هذا راه كبدايه شوف الحمد لله كبدايه وبين الراجل انه راجل والحمد لله وخلص كما قال السي النطق الرسمي خلص الاتجاه، ولو لو ان الله عز وجل ثم هو ما خلصليتيش والله ما تنسات بالراجل شي حاجه. وي دابا هذا السيد هذا شي بالنسبه لهذا الرئيس هذا هو عارف راسو بانه هو جاي في حركه اصلاحيه، باغي يصلح الفرقه، باغي يقاده، باغي يعاود المشروع من جديد، وباغي يقاد بزاف د الحوايج. سو كيفاي شي عادي انه غيكون عنده بزاف د الاعداء، هو عارفها، عارف راسو داخل في حرب، راه قال لك الحرب العالميه الثالثه، عارف راسو فين داخل في مواجهات ناس اللي هما كانوا كيستسقوا من الرجاء. دونك هذا الشيء عادي انه حنا فقط حنا كجماهير خصنا ديما نحافظوا على وحده الصف ونبقاو دائما يد في يد الجماهير الغيوره، حيت واحد القضيه انا عندي هذه كنسطر عليها مزيان، ما عنديش شي حاجه اسمها رجاوي لايت، ما عنديش شي ذاك الرجاوي اللي كيعطي وجه هنا وجه هنا ويتصاحب مع كل شيء وعنده مع كل شيء وداك الشيء، انا ما عنديش معاه بما فيهم البدراوي. بدراوي الا بقى مستمر في ديك القضيه ديال التعامل سي فغي انه الضروره انه بغى الرجاء تخرج من داك لونغروناج وما تبقاش معاك كيحاول فيها كلشي، كيحاول يدير واحد السياسه ربما في واحد المرحله معينه، ولكن انا بالنسبه ليا ما كنحبش هذه الطريقه سيرتو من جهه الجماهير. الجماهير لانه راه شوف حتى واحد ما كيعتقنا حتى واحد ما كيحن فينا، حنا راه ما كنبغوش يهبطونا للدوزيام ديفيزيون، هذا كانت منادات ماشي مره ماشي جوج في مواشف الاذاعات اللي خدامه معاهم تيقول لك علاش هاد الفرقه هادي عندها المديونيه، علاش ما صيفطوهاش للدوزيام ديفيزيون، علاش تمنع من انتدابات وخصها يهبطوها ويحيدوا لها بعض النقاط وحيدوا لها 6 النقاط، هذا كانوا كيقولوها صباح وعشيه كيهضروا بها في الاذاعات. دونك كانوا باغيين لنا غير دوك الرزيات وغير يصيفطونا للمقابر. دونك حنا خاصنا هادشي نذكروه مزيان اليوم ونعرفوا بانه حنا هاد السيد هذا يدنا في خصنا ندعموه ونمشيو معاه باش يوقف هاد الفرقه هادي ان شاء الله وترجع وتحيد لهم كل شيء داكشي اللي كانوا مسيطرين عليه تحيدوا لهم من يديهم، ولكن خصنا نكونوا معاه دائما ونحافظوا على ديك الا كانت غير 60% ديال الناس مع الرئيس فخص ديك 60 تبقى دائما ما ينقص منها حتى فرد واحد، ديما لما تقوات ما تزيدش تضعف، هذا هو المطلوب. تحياتي تفضل خويا تفضل كما انه الحمد لله هو ما بخلش عليهم بالغالي والنفيس. وي الانسان حتى هما خصهم يكونوا في حنا غنشوفوا حنا غيتلاحوا البطائق وغادي نشوفوا غنشوفوا الخبر ديال صحيح اللي سميتو الكافا دي عاون الفرق ب 3 مليار بصح هذه هو التصريح رسمي صحيح اسمح لي انا شوف راه قال لك الخبر صحيح والناس على انه راه عطي الميزانيه شحال محطوطه 100 مليار 100 مليار اللي محطوطه، دونك راه عادي تكون 3 مليار الفراقي، حيت ما تنساش واحد القضيه، حيت دابا علاش كيهضر هو؟ هما راه كيهضروا على الفرق اللي مشاركه، ياك؟ دونك اللي مشاركه كل وحده تاخذ 3 مليار، وعاد غتبقى واحد الطرف غيتقسم على الفراقي اللي هي تعدات اللي بطبيعه الحال، لانه ملي كتقول مثلا انت مشارك عطاوك 3 مليار، واش إلا دزتي مثلا الكارد فينال واش غادي يعطوك المنحه ديال الكارد فينال زايد 3 مليار؟ لا، راه حاسبين لك 3 مليار وغيزيدوك عليها داك الشيء لا ديفيرونس ديال المنحه، إلا كانت المنحه فيها 5 مليار وصلتي الكارد فينال تاخذ 5 مليار غادي يعطوك 2 مليار اللي غيزيدوك، لأن عاطينك 3 مليار ديال غير المشاركه فهمتي، ولكن في الاخر الميزانيه الاجماليه راه بصح راه كاينه 100 مليار، دونك 3 مليار عادي يعطوها على المشاركه وخبر صحيح. لانه راه غيتباعوا لي دغوا بزاف، غيتباعوا غالي، انا داخله فيهم لا فيفا دابا لا فيفا غتعاون حتى هي بلي سبونسور، حتى هي غتعاونهم في لي سبونسور وغتضغط على الشركات العالميه انهم يحتضنوا لا ليغ دي شامبيون افريكان. دونك هادشي الحمد لله راه مزيان، وهذا دليل على ان الراجل العربي ما دخل على الراجل قدام الخير الحمد لله لا الحمد لله قدامه ديال الخير قدامه ان شاء الله ديال الخير، واكيد انه الرجاء غتشد الطريق الصحيح معاه ان شاء الله
بإذن الله. نعم الحمد لله. شوف هو دابا وتباع بانو ومنسى واش عند الله جا عندها تقريبا واحد 500 مليون تقريبا النصيب ديالها. دونك هادشي كل اللي كتبلي قدام هاد البحث انسان. شوف ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. شكرا لك مرضي الوالدين. الحمد لله انسان مرضي الوالدين ما يخيبوش الله سبحانه وتعالى. انا حاجه اللي كنطلب منه هو الصبر. الصبر يصبر ما خصوش يعيا خصو يصبر. علاش؟ لانه راه قريب للطريق الصحيح. شي شنو هو راه غير تنطلق يمشي المعسكر ويتهنى من الفرقه تمشي في معسكر بعيد عليه غادي يرتاح هو. يمكن لي يسوف لي يمكن لي ياخذ واحد 5 ايام ديال لوبو كونجي يمشي يرتاح مع راسو راه في الطريق الصحيح. راه عاد غتبدا الفرقه وغادي يطلق لي كارت غادي يشريهم الناس فغتدخل في ليسات غادي يتنفس. ف راه قريب من هدف. راه غيدير واحد الهدف كبير بزاف في حياته. حتى هو غادي يستافد. حتى هو غادي يبرز. حتى هو الشركات ديالو غادي يستافدوا. راه هادشي كله غيرجع عليه بالنفع. فقط خاصو يصبر وما يجيش حتى للمراحل الحرجه ويعيا ويلاش. خاصو يبقى ديما صامد والجماهير راه معاه. ما ندومش اخويا يوسف. الطينات الناس الطينه ما فيهمش الخصال هذا. انا يخليك حتى الوصف ويخليك. لا 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 الحمد لله. الحمد لله انسان عارف. انا كاريزما الحمد لله انسان عارف شنو كاين وعارف شكون هاد الناس اللي تيديروا لك البلبله. وياه راه صرح بها النطق الرسمي. وانا نقد عليك اخويا يوسف. واش هادو اللي كيتسموهم فلوس مراجعويين كيمشيو عند شركات ديال الطيران كيمشيو عند لوطيلات تيقول لهم سيروا عند الرجاء راه تخلصكم راه فيها واحد والله الا سميت هادو اخويا. واش شوف راه ملي كندوي على دوك اللي كيشوشوا راه بلا ما نبقاو نديروا لغه الخشب راه اولهم بودريقه كون واضحين. شوف انا ما عندي مع حتى شي. شوف انا ما عندي حسابات مع حتى شي واحد ولكن الحقيقه كتبان. باش بانت الحقيقه من جوج حوايج. اول حاجه ان الشك في بودريقه من جاء انه ولده بعدا ولده كان كيضرب على ولده باش يدخل المكتب المسير ديال البدراوي. البدراوي ما بغاش. هذه الاولى. اذا هذه راه ماشي يدوزها للبدراوي راه خداها فهمتي راه قيده عليه. حاجه ثانيه هي انه خرج في ديك الصفقه ديال البحيري في المفاوضات قال لك راني غنكون في المؤتمر تاع وجده. وفي الاخر البحيري حنا عرفنا اشطرف الكواليس والفائده من مشى. اذن هادو جوج حوايج كيبينوا لك بانه راه هاد السيد هذا من بين الناس اللي هما كيدقدقوا في الرجاء دابا حاليا. فانا كنقول الله يهديه. كنطلب منه فقط حاجه واحده يعطي الرجاء غير باتساع. يعطي الرجاء غير باتساع. ياك ما بغيتش تعاونها ما عاونتها في حتى شي صفقه ما نزلتي رغم انك وليتي عضو جامعي في المكتب المديري ديال الجامعه رغم انك عندك بلاصتك كبرلماني رغم رئيس ديال المجلس ديال جماعه مصر السلطان. فتبارك الله جداتي بلاصتك ودرتي لا كارير ديالك على ظهر الرجاء وصلتي وليتي معروف ومع ذلك ما نفعتي الرجاء حتى شي حاجه. فعلى الاقل عطيها غير اتساعها على ربي الى ما عطيها اتساع لا انت ولا عائلتك كاع كامله مع احترامي لعائلتك. يعطيونا غير باتساعه خليوا هذا السيد يخدم وبعد منه بعدها منه هالعار. هادشي اللي مطلوب منك. شنو نقول اخويا؟ اوكي كلام صحيح اخويا يوسف. نعم واش هذا الراجل هذا اللي تيدعي كذا اول الناس اللي هما سبحان الله كان في غرق سراجه هو الاول. ثانيا انا بعنا عندي واحد الظن ماشي نقولوا واحد 99% نهار البطوله مشات لينا وعطاها لتطوان هو كان السبب وكان برزنطي وداروا له السابوطاج. داروا له برزنطي السابوطاج لما كنا اخر ماتش فاز فيه داك تي عاقل. وي بيان سيغ ولا تعادل وندير البطوله ما عطاها لتطوان الشرقيه في سميتو في كاس العالم. هذاك اللي مارك هذاك البيت ديال اسفي باش ربحات. هذاك الكوشي انا عرفتي هذا كان لعب مع الوداد ولعب مع اسفي لعب مع الوداد مشى للوداد وكذا. هذاك الكوشي كان في خريبكه هو في الاول ومشى هذاك اللاعب نسيت على سميتو. هذاك ما عمرو في حياته ما ركب الراس. كان معروف هو تيرون عنده العسليه وعنده السونطراج بونيلي ما عمرو ما ركب بيت براسو حتى ماركا على اللاجا في تطوان باش مشات لنا البطوله ديال 2014. سونطاج تنعقل عليه طويل عطاوه عليه خرج الكون ملوعد نغزا عليه بالراس ماركاها وداك البيت رجعوا للور رفيق عبد الصمد فوالا هادي سميتو. ما عمرو ماركا براسو حتى ماركا عندنا البيت اللي مشات به البطوله ديال 2014. فكل واحد كل واحد كل واحد دار شي حاجه وطعن فيها الرجاء ربي غيطعنو في حياته. ربي يطعنو كنتمناو ليه ان شاء الله ربي ياخذ فيه الحق. هادشي اللي كاين. شكرا خويا تحياتي تبارك الله. مرحبا تحياتي تبارك الله. نعم سلام.
سي سفيان غندوز كتسمح لي ندوز غير سي مهدي وغندوزك من وراه. نتمنى سي مهدي يكون عنده شي حاجه جديده. وي باقي ما تلاحوش البطائق اخويا، قريبا قريبا هاد السيمانه ان شاء الله بنهايه الاسبوع يتلاحوا البطائق. سلام سي مهدي، تحياتي خويا، مرحبا. مرحبا، بارك الله فيك الاخ يوسف. كنسلم على الجمهور الرجاوي. مرحبا. وبغيت نقول لك واحد الكلمه، كنشكرك على هذا البرنامج وعلى المسانده الكبيره للاخ البدراوي، كيقوم بعمل كبير لصالح الفريق ديالنا. وي مرحبا. غندخلوا في حيثيه ديال الاخبار. وي كانت كاين اخبار ان بان سنيتي غيجدد الفريق للاسف. هذا خبر سيغ منه بانه غيجدد الفريق مع الاسف. مع الاسف انا بالنسبه لي مع الاسف غادي نناقشوا معك من بعد، ولكن تتكمل لان علاش كنقول مع الاسف؟ كنقول مع الاسف لانه حارس زنيتي معروف بانه من شحال هادي وكيفاوض جهات اخرى، ما كانش باغي يلعب مع الرجاء بتاتا، دير لا كارير ديالو كان كيفاوض الناس السعوديه، وبين ان الناس ديال السعوديه تراجعوا اللي هو سميتو تراجعوا على التعاقد معاه، فبقى كيناقش وكيتفاوض مع بركان حتى هما ما عرفتش واش السبب، ما عرفتش السبب علاش ما بقاوش بغاو يتفاوضوا معاه، ما بقاوش بغاو يتعاقدوا معاه، فجات حتى الاخر عاد بانت ليه الرجاء. انا واحد القضيه، انا والله ما عندي مشكل. شوف انا اول حاجه علاش انا كنت ضد وباقي ضد زنيتي انه يجدد في الرجاء، لان زنيتي كيدير النقابه شي، واخا يقول لكم 700 الف هضره، واخا يخرج في اللايفات يقول لك انا راه ما كندير النقابه، انا ماشي لعاب باش ندير النقابه، والله حتى كيدير النقابه، وانا كناخذ على تقليدي كيدير النقابه، يعني انه كيدخل في التشكيله وكيقمع اللعابه في التيران، واللي عينو فيه وكيبغي يشريها ليه كيديرها ليه، واللي بغاه يلعب راه كيلعب، واللي ما بغاهش كيشريها ليه، ولا كيعطي مع شي واحد يشريها ليه، يعني من النقابيين ديال الفيستيان، من الناس اللي كيخص السوق راسو يلعب كره ويسكت. هذه الاولى. الحاجه الثانيه ان لاج ديالو ما بقاش كيسمح ليه تكون عنده لا ميم فليكسيبيليتي اللي كانت عنده من قبل. السيد ولا كيزقل بزاف، ما بقاش عنده الريفلكس اللي كان عنده، ما بقاتش عنده ديك الشجاعه في الخروج للكره، ولا الكره لي بالاريتي عندنا نقطه ضعف، ما ني با فور في لي بالاريتي، بزاف د الحوايج اللي ما عاجبنيش. عاد زيد لاج بيان سور، عاد زيد انه كما قلنا، عاد زيد الحاجه الثالثه يعني المبلغ ديالو والاجره ديالته غاليه بزاف مقارنه مع الاجور اللي كياخذوا من حراس. هادشي كله كنجمعوا انا وكنقول بانه فينالمون انا بالنسبه لي الناس اللي كتخرج وكتقول بنزلتي راه ما كاين لا بنزلتي لا بنزلتها، اللي كاين هو انه كاينين الناس اللي ربما بداو كيدخلوا في انتدابات، وكنطلب من السي البدراوي انه يحافظ على الصرامه في هذا الموضوع، هذا يخلي اللجنه بوحده تخدم، وهاد اللجنه براسها اذا كان في وسطها شي واحد مريقي ولا شي واحد اللي كيبغي يدافع على شي لعاب ولا على شي سمسار كيتعامل مع شي سمسار يحيدوه من ديك اللجنه، ما عندنا ما نديرو به. الله يرحم الوالدين. زنيتي الا بغى يبقى بشروط الرجاء، ومن بين شروط الرجاء راه حرام نضيعو حارس بحال الغايه، فاذا كان غادي يجدد معانا ويقبل المداوره انه يبقى يتناوب هو غايه باش ما نضيعوش في غايه، لان غايه والرجاء فرقه كبيره، راه ماشي حرام في الرجاء يكون عنده جوج حراس كبار كاينين كيتناوبوا، راه ماشي عيب ماتش لهذا ولا ماتش لهذا، اولا ديال القضيه انت يحبس واحد واللي تمارك عليه يخوي بوطو يدخل لاخر، الماتش الاخر يدخل لاخر، اللي تمارك عليه في شي ماتش يخوي يدخل لاخر بلاصه، هكا تكون عندنا واحد الكونكورونس كبيره على الحراسه، ونستافدوا من الحارسين بجوج، ما نجيوش حنا نجريو على حارس اللي هو جد مهم وبين بانه هو ماشي قبل غايه ما يقبلش يبقى لون بلاصون ما يلعبش كاع، وبين بان الزنيتي ملي كيبغي يلعب اناني تيبغي يبقى يحبس هو بوحدو، سو كيفي هنا الله يرحم الوالدين يحبس سميتو، وعاد زياده على المبلغ ديال العقد ما خصوش يفوت 200 مليون نورمالمون على حسب لاج ديالو على حسب الحراس اللي كاين في المغرب كامل، دونك كنتمنى الا كان غيجدد بهذه الشروط هذه مرحبا، حنا ما عندنا ما ندير، شوف حنا ما عندنا ما نديرو بهذا الدومي ديفونسيف اللي غنجيبو من افريقيا خصنا نجريو على غايه باش نجيبو لك الدومي، ما عندنا ما نديرو به، حنا نلعبو غير بهذوك اللي عندنا، نلعبو حنا غير بالصبار دومي ديفونسيف، ولكن نحافظوا على حارس كبير، وانا كنتحمل مسؤوليتي حارس كبير اللي هو غايه، وانا متاكد بان العطاء اللي عطى في الديربي شراوها ليه كانت تصمصير كان خدام الفيستيار خامج، الحمد لله تهنينا من دوك النقابيين
راه كان متفقين عليه باش يحرقوا السيد باش يمشي باش يبقى طي خاوي لزنيتي. دونك الله يرحم الوالدين وزنيتي راه خوا في الديربي، خوا بينا في الديربي باش يتحرق السيد. دونك الله يرحم الوالدين. كنتمنى ان البدراوي راه شوف كل واحد كيدوز وقته، فإلا كان زنيتي بشروط الرجاء ويقبل انه يكون معاه غايه فمرحبا، إلا كنتو غتضحيو به فأنا بالنسبة لي غنفقد الثقة نهائيا في النزاهة اللي كتكون في اختيار اللاعبين، غنفقد الثقة وكل واحد يتحمل مسؤوليته. وغتجي الأيام اللي غتأكد بأنه الرجاء ضيعات حارس اسمه غاية. هادشي اللي بغيت نقول. وسمح لي يا خويا مهدي طولت وقيلة بزاف، الله يطول في الجزاء. تفضل أخويا. مرحبا، تفضل خويا كمل النقاط الأخرى. كنتمنى انه يسمع هذه الكلمه اللي غادي تقول دابا، بان حنا لا حنا ماشي في حاجه للحارس بحال انس نيتي. كنتمنى ان انس نيتي يعرف بان 95% من الجماهير الرجاويه ما كتقبلش انه يكون العام الجاي الحارس الرسمي. فزنيتي قدم كثير للفريق، عطى بزاف للفريق في الماتشات الاخرين كنا كنشوفوا بلي ولات عندنا نقطه ضعف في الحراسه. ف الخايب في هادشي كله هو بان كاين هناك اتفاق بان كنتمنى بان الاخبار من الاخبار اللي عندي خطا، كاين اخبار كتقول بان غايا غادي يصيفطوا اعاره، وهادشي ماشي معقول. انت لاعب على الشامبيونز ليغ العام الجاي وعندك بطوله وعندك بزاف د الحوايج، ما غاديش نعولوا على زنيتي اللي في الاغلبيه ديال البيوت ديالو بلا ما نذكروا فيهم. الجمهور الحمد لله الرجاء البيضاوي جمهور كيعرف في الكوره كيفهم في الكوره، فكنتمنى بان الى بغى يجدد مع الفريق يجدد الشروط ديال الفريق ويدير المداوره مع غايه. ما قلنا عيب حنا يديرها مداوره سيدي، واش حنا قلنا يسيبو يمشي فحالو؟ حنا مهجينو، مرحبا به، ولكن يطيح كوريه ويتواضع يفوت عليه ديك النقابه ويسد فمو ويلعب ويتناوب هو وغايه. احنا بغينا كل ماتش نشوفو غايه، كل ماتش نشوفو زنيتي، مرحبا صافي. ما كاينش رقم واحد ورقم جوج، راه ما كايناش عندنا حنا، شي اللي كاين اخويا. بالنسبه للنقطه الثانيه انا بغيت نسول واحد، بغيت نعرف واحد السؤال. واش كتسمعني مزيان الاخ؟ ملي كنسمعك حاول تزيد شويه في التليفون. واحد السيد قال لك قول سي المهدي زيد في الصوت، انت زيد في الصوت تاع التليفون ديالك. دابا كتسمعني مزيان؟ كنسمعك مزيان، تفضل. وي واحد النقطه اخرى، بان كنبغي نبشر الجمهور بان التمارين ديال الفريق كتمر في واحد الاجواء حماسيه، اللاعبين عندهم الانضباط في التمارين. وبعض الاصداء اللي وصلتني بان المدرب ما مقتنعش باللاعب رقم 9 اللي دوي الصناده اللي حط، كنحط السؤال واش هذا اللاعب اللي جا واش جاب الموافقه ديال المنصرتي ولا غير صفقه عشوائيه. من بعد من بين الحوايج اللي كيبان لك الدري كويري، ما فهمتش واش البنزرتي عنده واحد الشوفه اخرى ولا ما عرفتش لحد الان. انا ما عرفتش وامتى امتى كانت عنده هاد الشوفه اخويا المهدي. هذا هو السؤال. السيد سينا نهار الاثنين نهار الثلاث خرجوا الصفحات تيقول لك بانه المدرب ما بغاش. امتى شافوا؟ امتى؟ امبوسيبل. مرحبا. وي والنقطه الثانيه كنبغي نقول لك بان الفرقه ان شاء الله غتكون مزيانه، ولاعب بادي بنغال اللي كيتالق في لونطريما ديال فريق الرجاء البيضاوي. سمعت هذه القضيه التاليه الصباح زعما فريمون هذاك كويري، هذاك السيد كويري، بادي بنغا كويري الصراحه ما كتفاجئنيش انا بهذه المسائل. غادي يكون رقم واحد فريق الرجاء البيضاوي السنه القادمه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله غادي يكون رقم واحد. بالنسبه للانتدابات فالفريق الان كيبحث على لاعب اللي غادي يعوض اللاعب العرجو. وي كاين هناك مفاوضات. وي كنتمنى تكون مفاوضات مع لاعب مغربي باش ما نسمحوش في غايه. وي علاش لا؟ راه كاينين اللعابه في المغرب، علاش لا؟ ما علاش فيها، راه بعض المرات كتحقر واحد، راه هذاك الوليد اللي كاين في المحمديه راه كنحقروه، راه كوين هذاك الولد عنده في رجليه وكيشد كره في رجليه، علاش لا نشوفوا حل من المغرب؟ هو المشكل. وي كاينه واحد النقطه اخرى بالنسبه للبطاقات الاشتراك. وي انا كندعو الجماهير الرجاويه، كندعو الجماهير الرجاويه لاقتناء البطائق، لان باش نعاونوا فرقتنا وباش نهزوا فرقتنا اكيد اليد الواحده لا تصفق.
اكيد عزيز البدراوي يدير داكشي اللي داير داكشي اللي قد عليه وي. اللي تسنط لي اللي سمع اليوم الحوار ديال الناطق الرسمي غيفهم بزاف د الحوايج. الراجل محتاجه للجمهور ديالها اكيد، محتاجه نتلموا ونتوحدوا على كلمه واحده، ما نبقاوش نكريتيكيو، ماشي وقت الكريتيك هذا، هذا وقت نكونوا ملتحمين بعضياتنا. بطائق راه ما الثمن ديالهم ماشي غالي بزاف، لك تيغ تعاون فرقتك راه الثمن ماشي غالي. كنتمنى بان الجمهور يلتحم مع الفريق ويلتحم ويساند البدراوي، غتكون مفاجآت من بعد. وكنخلي المكتب ونخليو المكتب يخدم في الدق والسكات ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. نتمنوا غير هذا الاسبوع، هذا تنظن هذا الاسبوع غادي يكون اخر ما كاين في انتدابات. واحد الاخر كيسول بزاف على الوردي، الوردي اخويا اخويا سمير، انا نعطيك من الاخر شي، الوردي لا يدخل في اسلوب لاعب البنزاتي، فهمتي؟ بدا شوف الرجا، شوف الرجا ملي كتبغي شي لعاب، شوف الرجا كتباغى العرجون ودخلت كتفاوض معاه ودارتو في البلون ديالها. انها علاش؟ لان الاسلوب ديال العرجون كيليق الاسلوب ديال البنزاتي، والبنزاتي هو طالب بانه يشدو معاه. دونك هذا هو. اما الاسلوب ديال الوردي لا يتماشى. الوردي كيتقل البالون، الوردي سميتو البنزاتي الميزه ديالته انه كيلعب بسرعه، خصو الكره تطلع دغيا يكون انتقال هجومي بواحد السرعه كبيره، ما بقاو نشدو لعاب يلاه يبقى يترعد عليها يلاه يكروشيها يلاه يدال لهنا يطاكلي وحيدوها عليه. كل واحد عنده اسلوب ديالو، الله يسهل عليه يمشي لفرقه اخرى اللي غيلقى فيها ذاته وديك الطريقه ديالته غتنفعو معاها، مرحبا. هادشي اللي كاين، خصنا نتفاهموها هكاك بدون نلقاو الدوسي ديال الوردي. حنا غير شي لعاب كيخرج من عندنا كنبقاو ها الوردي ها حداد عندك، ياك كنا كنقولوا بانه ناقصين، دابا ولاو دابا ولاو كيبان لنا نجوم. صافي كل واحد كيمشي يلعب في البلاصه اللي كيرتاح فيها، والفرقه هي من حقها حتى هي تاخذ اللعابه اللي كيمشيو مع الاسلوب ديالها وسالينا ومريضنا مع الدوباس. تفضل خويا. هادشي اللي بغيت نوصل لك، فما كايناش اخبار كثيره، الاخبار اللي قلت لك هي اللي كاينه، بان اللاعبين منضبطين بزاف في التدريب. المدرب كنظن بانه عرف التشكيله اللي غيدخل بها. نقول لك في السيغة سيغتا هذه الكلمة هذه. ونقدر نقول لك واحد الكلمة أخرى، بأن أي خبر كينزل على البنزرتي بأنه طالب منهم يجدد السنيتي ولا شي حاجة، هذاك الشيء لا أساس له من الصحة. الله يرحمه. كاينين اللوبيات، باقي كيدوروا بفريق الرجاء البيضاوي، باقي كاين واحد الروبين الصغير باقي كيشربوا منه. كنتمنى من الأخ البدراوي ما يطيحش يدو. هدا. عرفتي هنا شنو كنتفكر انا؟ راه كنتفكر كاين بعض العناصر اللي هما من القدماء وخدموا مع القدماء وانا باقيين كيتسالوا في الوزيز. واولهم هذاك المدرب ديال الحراس. هذاك راه منهم. دابا هذاك اش باقي كيدير في الراجل؟ انا بغيت غير نعرف واحد القضيه. شوف راه الاخوان انا ولفتكم الصراحه، راه سمحوا لي الصراحه ديالي، راه ما عنديش. انا كاين شي واحد كيكتبوا تيقول كتبغي تجري الناس على رزقهم. لا، انا ما عنديش هذه القضيه، انا عندي لاعب محترف، ما عنديش ديك الهضره ديال الحلاقي، انا عندي الهضره ديال القانون وديال الواقع. لاعب محترف هذاك مدرب الحراس اجير كيتخلص بالاجره ديالته من عند الراجل، وديك الاجره خصو يخدم مقابل ديالها. لحد الان قولوا لي واش الدغاي كون لينا شي حارس من الجنيور ولا من السنيور ولا من ليسبوار من ما بغيتي، ولا ديك الحارس الثالث كون لينا حارس ثالث ولا موجود باش يحبس ويغنينا اننا نمشيو نقلبوا على حارس، مشينا قلبنا على حارس من الجزائر. اعطيوني اشنو عطى الدغاي من هذا خلى الله، ماشي هو وقبل منه العينين، واش هاد الناس عطاوني شحال؟ اذا ما كانش مقابل على الاجره، علاش هاد السيد يبقى ياخذ هاد الاجره هادي؟ دوك هاد الاجره من حق واحد السيد اللي غادي يعرق عليها وغيعطي عليها ان برودوي، واحد المنتوج. دونك خاصنا مدرب ديال الحراس، هادي الاولى. ثاني حاجه، هو هاد السيد كمدرب ديال الحراس راه لا بدا كيوصل الهضره، ما كنقولش هو كيوصل، كي كنشك فيه انه يقدر يوصل الهضره، وراه لا بدا كان مع القدام غادي يوصل القدام، راه غيتصلوا به بالتليفون مدرا كذا مدرا شنو كاين شنو واش كاين شي انتدابات شكون اللي دا شكون اللي. راه ملي كتخرج شي هضره ديال المفاوضات، راه السي البدراوي راه اكيد انه كاين ناس تما، راه محدك باقي ما حيدتيش ناس القدام،
اللي دازوا مع المكاتب السابقه راه ديما الهضره تبقى تخرج والاسرار ديال الفرقه تبقى تخرج. فهاد السيد مشكوك فيه انه يخرج الهضره، وكذلك لم يعطي شيئا مقابل اجرته، حان وقت تغييره والاتيان بمدرب حراس من المستوى العالي. هذاك الحازاوي ديال فاس الا جبنا مدرب ديال الحراس يكونوا لينا وربحناه غادي يغنينا العام الجاي لا على غايه ولا على غايه، يقدر يولي غانون بلاصو الا تعطاتو فرصه وبين ولقينا اللي يكونوا مزيان. دونك ماذا بين يكون حارس ديالنا كنكونوا فيه حنا ونلقاو هو يوقف لينا في العارين ديالنا. فكنتمنى يكون الرساله وصلت. تفضل خويا مهدي. كنبغي نشكرك اخي يوسف على هذا على هاد الكلمة ديالك. وي كما قلت لك باننا حنا كنقولوا داكشي اللي كاين، حنا ما كنطبلوا حتى شي واحد. داكشي اللي كاين اخويا، داكشي اللي كاين. بغيت نقول كلمة للاخ البدراوي والإدارة التقنية، مرحبا الفريق الرجاء البيضاوي. انا كنعرف بان الاخ فهمي والهلال الطاير كيتصنتوا في هاد اللحظة هادي وكيسمعوا لينا وكيعرفوا المطالب ديال الفريق والجمهور ديال الجمهور الرجاوي. مرحبا. كنتمنى من الله عز وجل ما تضيعوناش في حارس كبير بحال غايا. وي ما تضيعوناش، الله يرحم لكم الوالدين. ما بغيناش نعانيو مع زنيتي، لانني انا كنتفرج في الرجاء وكان اي كره كتجي كنخاف بزاف البيوت جاوا بسببه. وي وي كنتمنى ما تضيعوناش الحارس، بغى يجدد مرحبا به. وي لكن بالشروط ديالك، ما تنساش راه كيلعب في الرجاء، الرجاء راه ماشي اي واحد كيجي وكيلعب في فرقه كبيره. فكرتي نحكى في واحد القضيه، حتى الا جدد كاع شتي الا جدد ما يعطيوهش كابيتان. حيت علاش؟ ملي كتعطي لواحد كابيتان راه كيولي مفروض عليك تبقى تلعبو ديما. دونك الكابيتان ياخذها حركاس هو اللي يستحق، هو اللاعب اللي كيموت وكينفر مع الفرقه ويسمح في رزقه وفي التيران كيعطي دمه. حركاس يكون هو عميد الفريق. وي تكون المداوره بينه، الا قابل المداوره مرحبا، ما قابلش المداوره حنا ما عندناش الحارس رقم واحد. حيت الحارس رقم واحد راه خصو يكون كيحبس في المنتخب الوطني، خصو يكون هو اللي كيحبس، ماشي سميتو ماشي المنتخب رقم واحد الأ، المنتخب ديال الأ خصو يكون هو الحارس ديالو، هذا هو اللي خصو يكون رقم واحد في الراجع. الا ما قديتيش تكون حارس المنتخب انت الاول الحارس الاول، فما تستاهلش تكون انت رقم واحد في الراجع. هذا هو اللي كاين، هادشي اللي كاين. شكرا خويا، تحياتي. كنشكرك الاخ يوسف، تحياتي. ان شاء الله مقاري. مرحبا خويا، مرحبا. الفريق باي شيء جدي حنا غنوروا به. مرحبا خويا، شكرا خويا، تحياتي. شكرا خويا، سلام. دونك الاخوان كما كتشوفوا تنظن وقيله معنا السي الياس، نعطيو السي سفيان، نعطيو السي سفيان فرصه باش نحبسوا، لانه راه بقات غير واحد 10 دقائق على الماتش باش نمشيو نتفرجوا. سي سفيان انس نتمنى يكون مختصر معنا. كابتن حركاس، وي الو سفيان، مرحبا، فرصه سعيده. الله يحفظك. ها انت شوف قريب الماتش ديال السوبر، الله يرضي عليك، حاول ما تفوتش واحد 4 دقائق 3 دقائق 4 دقائق. تفضل. ثلاثه بحال ما كان الاولى هي بالزربه، واخا ما كنتش فايند ويفا ولاني ديال بودريقه اللي دويتو لها قبيله. وي شوف بودريقه هو كان كيسرح طريق الاخ ديالو، حيت هو عارف الجمهور عمرو غادي يتقبلوا رئيس. وي فلهذا هو كان غيدفع خوه للواجهه، هو ان ترأس من الله ولكن يخوف الواجهه. وي هذا بالنسبه للموضوع ديال بودريقه. وي باش نسدوه. وي بودريقه عمرو ما غادي يرجع. بالنسبه للموضوع ديال الانتدابات وداكشي كيف ما قلت لك انايا في الواتساب، راه كنتمنى من البدراوي ما يرطابش. لا طابيتي صافي، انا بالنسبه لي انا غير يضطم صافي، ما نبقاش حامل وانا ما نبقاش حاملو، تكون واضحين. ديال الشابي هكاك غادي الطريق ديال الشابي وديال السلام، حيت تما نهار رطابو دردبو مع البال صافي. كنتمنى انا ما يرطابش، حيت البدراوي حنا خدينا عليه شخصيه، هكاك الشخصيه ديالته خصها تبقى حتى نهايه الموسم. شي كاع ما يبغيش كاع هاد المنظومه، ما تبغيش كاع تساير وتمشي معاه، ماشي مشكل، حنا نطحنوه ما في التيران. عندك شخصيه؟ لا فوالا، حنا صوب لينا فريقه اللي كتغيز في التيران، نطحنوهم في التيران بديك المنظومه ديالهم وبالكواليس ديالهم صافي. ولكن بقى انا كرجاوي بقى عصبه، ما تغيضش ليهم ما تبدلش. شي اللي كاين سي ناسيك، انا كرجاوي باغي جينيراسيون جديده صراحه، باش نبداو نرجعو في زنيتي ونرجعو في هذا والوردي. بالنسبه للجمهور طب، هذه بالنسبه للجمهور طب،
اللي كيقول لك نسيتو خيرون كارين الخير. شوف اخويا راه ما كاينش نسيتو خيرون كارين الخير. انت يا انت مستاجر عندي خدم لعب ليا في التيران ما انا ما تحمش الراجه ما تبغيش انت. اجي بلاتي بلاتي دابا كيفاش هذا غيقول لي انا كارين الخير وانا كنعطي لواحد الحارس 450 مليون في العام. قول لي انت اللي كتدافع عليه واش تقدر غير تحلم ما مجرد تحلم انك تشد 450 مليون في 365 يوم وغستوعب معايا اذا اش من خير انا كيدي الخدمه على الفلوس ما بغاتش تدخل لي من راسهم باص يا سيدي راه هو اللي خصو يشكر الراجا اللي عطاتو واحد الحياه مريحه وياه اللي كان منسي شي تتخيل معايا مع احتراماتنا للبنايه والناس اللي كيعملوا وكيخدموا فبنايه مسكين راه يخدم حياته كامله وما يوصلش ل 100 مليون حتى فين غيوصلها حياته كامله والله لو وصلت 20 مليون هي الاخرى ما يوصلهاش 3 شهور حتى شي حاجه اللي ما يمكنش وي انا بالنسبه لسيناسك الانتدابات انا بالنسبه لي انتدابات صراحه في المستوى من غير كنظن كاين بعض الاخطاء اللي كنتسنى كنتمنى انا يصدمونا واحد الشيء اخطاء اللي كنظن انهم ماشي من اللجنه التقنيه وحتى البدراوي مشي منه اللي كنظن داك بيتر ويلسون كنتمنى انا صراحه كنتمنى غيعطي في الرجاء ولكن ما تيقش ما يمكنش ليا 100% نقول لك غينجح وبالنسبه لبوكاسي حتى هو كنظن اننا ما نقولش تصيدنا حيت الى هو اللي كيحكم ولكن كنتمنى يصدمونا دابا انت كتحكم حتى انت بحال دوك الصفحات اللي كيقولوا بنزرتي ما عجبوش ويلسون لا وغلاتي قلتي تنظن انه يقدر ما يصدقش ياك بمعنى حكمتي على الفيديو بينما نورمالمون نعطيو بعدا لا فوتو في الفيديو كيبان كوير يا صاحبي واه كويري هذاك صاحبي في الفيديو الا ما كانش هذاك ويلسون ماشي كويري هذاك داكشي اللي شفنا في الفيديو ماشي كويري هو كويري ديالو ما تنساش عاوتاني احصائيه ديال العمليه لا خلي الاحصائيات خلي الاحصائيات دابا هاد السيد ها هو حسب داكشي اللي شفنا في الفيديو عنده لي كاليتي تكنيك داكور غادي نشدو غنحطو في المنظومه حتى بلاتي خي نكمل لك هضرتي ماك اصاحبي غادي تشدو غتحطو في المنظومه ديال الرجاء مع البنزرتي واقف في لاتوش وحاطو قال لي ها فينا تلعب وها اللي غيكون حداك ها اللي غيعطيك هكذا وتدوي مع اللي غيكومبيني معاه ياك دونك هاد القضيه على الاقل نقدروا نصبروا ونتسناو حتى توقع هاد القضيه نشوفوا ملي غيحطوا البنزرتي في المنظومه اشنو غيعطي دونك هاد الشيء اللي كنطلبوا حنا ما كنطلبوش انه كنقولوا هذا ما تهضروش عليه كاع ولكن باش نجي نحكم عليه دابا من الفيديو لا هذا هو لا اللي غادي يحكم على هادي حاجه انا كنتمنى يصدمنا انا بصراحه ان شاء الله ان شاء الله اوكي خويا بقات 5 دقائق كنتمنوا فيهم كنترجاو ان شاء الله فيهم وهذا ما بين استناس شكرا خويا تحياتي تبارك الله عليك شكرا فرصه سعيده الله يودي السي سفيان تبارك الله عليك فوالا الاخوان وصلنا للنهايه كنتمنى لكم فرجه ممتعه غنتفرجوا في كره في الايقاع ديال بصح كنتمنوا التوفيق للفريق ديالنا وكنتمنوا التوفيق للفريق التسييري ديال البدراوي يعني الناطق الرسمي ولا المكتب المديري برمته كنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله وباذن الله رحنا معاهم والدعم ديال الشعب الرجاوي كله معاهم وان شاء الله غادي نوصلوا للمستوى اللي بغينا دمتم بخير الى اللقاء في لايف قادم السلام عليكم تحياتي